السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الصوت واضح؟ تمام. طيب تمام كويس. كده الشير سكرين ظاهر لكم، هو شاشة سودا ظاهر. تمام كويس. طيب نبدأ. بسم الله، أعرفكم الأول كده الأول بنفسي. أنا حنين الحسن، تالتة حاسبات دمياط قسم CS. مسموع الصوت؟ نتأكد تاني الأول كده بس. الصوت موجود. حد سامع؟ الصوت كويس. ايوه تمام. طيب بإذن الله السيشن بتاعتنا النهاردة عن الأريز، والتوبيك ده مهم قوي قوي قوي، ويعتبر من بعد السيشن ده انت ما عدتش هتكتب كود الا يعني تقريبا كده الا وهيحتوي على الاريز. في الشيتات اللي جايه وفي المسائل اللي جايه وفي اي كونتست جايه هتدخلها تقريبا مش هتكتب كود الا ويحتوي على الاريز. فهو توبيك مهم قوي، دي اول نقطه. تاني نقطه، اول ما تخلص السيشن دي على طول، لازم بعد ما تخلص على طول كده تخش فيجوال ستوديو تجرب كل حاجة بنفسك وتطبق كل حاجة بنفسك كده، وتجرب تعك وتعمل أكواد كده، تفتكس أكواد من نفسك عشان الموضوع يرسى ويثبت وتعرف تتعامل مع الأري، لأن السيشن دي مش هتعرف تديلك كل حاجة ومش هتثبت الموضوع في دماغك بدون تطبيق. تمام. أول حاجة بس هناخد فكرة عن الأوتلاينز بتاعتنا. أول حاجة كده هناخد introduction سريعة عن الموضوع، وبعدين هنعرف يعني إيه array، وبعدين هنعرف كده functions مهمة في الأري، وبعدين هناخد فكرة عن ال 2D array، وهنطبق سريعا كده في 2 problem في الآخر. فبإذن الله تبقى سيشن خفيفة يعني. تمام. أول example كده هناخد نظرة سريعة عن بعض حاجات خدتوها في السيشنز اللي فاتت. في ال example ده عايزك إن أنت تدخل input من ال user الاسم والعمر وتطبعه بالطريقة دي. تمام. أظن سهل وخدته كله في السيشنز اللي فاتت. خدته في السيشنز اللي فاتت إن إحنا لو عايزين نعرف كاركتر حرف واحد يعني بنعرفه بتشار، ولو عايزين نعرف كلمة أو أكتر يعني حرف أو ممكن حرف أو أكتر برضو بسترينج، ولو عايزين نعرف رقم ممكن يبقى انت أو لونج أو فلوت أو دبل. تمام. تمام. في الكود ده هنا إحنا عرفنا النيم كسترينج والعمر كانتجر. تمام. بعد كده خدناه من اليوزر، اهو خدنا النيم والايج من اليوزر، وبعد كده طبعناهم عادي جدا. في مشكلة في الكود ده؟ في الاكزامبل ده بقى عايزك ان انت تاخد درجات 3 طلاب في امتحان الماث وتحسب الافرج بتاعهم وتطبعه. تمام. فاحنا بكل بساطة هنعرف 3 variables، كل variable منهم هيشيل درجة من الدرجات دي، وبعدين هنعمل سي ان للفاريبلز دي، وبعدين هنجمعهم مع بعض ونقسمهم على عددهم اللي هو 3 ونطبع الافريج. اظن سهله دي برضو. حد كده يقول اي حاجه؟ طيب في الشات حد فاهمين حاجه؟ المفروض الحاجات دي خدتوها قبل كده صح؟ تمام. تمام. طيب في الاكزامبل ده بقى عايزك تعمل زي البرنامج اللي فات ده بالظبط بس ال10 طلبة. فاحنا هنعمل نفس الكلام بس بدل ما نعرف 3 variable هنعرف 10. تمام كده. هو رخم شوية وهتكتب كتير الفاريبلز بس يعني هو ينفع ومقدور عليه. تمام. اهو عرفنا 10 variables، دخلنا ال10 variables تاني، وبعدين جمعناهم مع بعض وقسمناهم على عددهم اللي هو 10. في الاكزامبل الاخير ده عايزك تعمل نفس الفكره برضو، بروجرام بيحسب الافريج بتاع السكور بتاع الطلبه بس ل 200 طالب. فده اظن مش مقدور عليه المره دي لو هنعمله بالطرق اللي فاتت، يعني هيبقى مشكله كبيره، هيبقى قصه كبيره قوي وسطور كتيره قوي، وكان اولى بينا يعني ان احنا نشتغلها يدوي لو هنتعب نفسنا كل ده في حته البروجرام زي ده. حد عنده فكره ازاي ممكن نحل المشكله دي بطريقه تانية؟ الري
بالظبط كده. للمواقف دي كده احنا عندنا الأريز. في الأول كده ناخد فكرة سريعة ببساطة كده، يعني ايه أري؟ بمنتهى البساطة كده على المصطبة، الأري دي، في حد فاتح المايك ممكن يقفله؟ نقول تاني، الأري ببساطة كده هي لستة عناصر، مفيش أي حاجة صعبة، هي لستة عناصر تمام مع بعضهم، مرتبطين ببعضهم في الليستة دي، والليستة دي العدد العناصر فيها ثابت ومحدد من الأول، ما ينفعش إن هو يتغير، وكلهم من نفس النوع ومحطوطين في نفس المكان في الميموري كده جنب بعض تمام. دي أهم 3 حاجات عن الميموري اللي متعلم عليها بالأحمر دي، إن هي collection of fixed number of items، إن هي collection of fixed number يعني عدد ثابت ما بيتغيرش من الأيتيمز تمام، عدد عناصر ثابت. same data type ان هم كلهم نفس النوع اللي هو integer او character او string او اي data type تاني. واخر حاجة ان هو متخزن حتة واحدة في الميموري جنب بعضهم كده، دي اهم اصلا صفة في الاري، لان انت بعد كده هتاخد طرق تخزين تانية يعني مش هيبقوا جنب بعض، فلازم قوي تبقى فاهم ان الاري صفاتها اللي معروفة بيها يعني ان هما جنب بعض في الميموري، وان هي fixed number of items، ان هي عددها محدود متحدد مسبقا وما بيتغيرش. عندنا كده دي الميموري اللي في البوردة تمام. الميموري دي متقسمة اهي المربعات لسيلز صغيرة، كل سيل منهم 1 بايت تمام. لحد كده في حاجة مش واضحة؟ تمام. تمام. الداتا تايبس عندنا كل داتا تايب منهم ليه حجم في الميموري دي، يعني مثلا الكاركتر بياخد 1 بايت من الميموري دي او 1 سيل تمام. الانتجر مثلا بياخد 4 بايت تمام. وفي برضو باقي داتا تايبس ممكن تعملوا سيرش بنفسكم برضو تعرفوا حجم كل داتا تايب منهم قد ايه. عندنا مثلا الليستة، هي الليستة دي فيها درجات 3 طلبة تمام، والداتا تايب بتاعتهم انتجر تمام. فاحنا قلنا ان الانتجر بياخد 4 بايتس، فهو هنا كل رقم منهم واخد 4 بايت تمام. والارقام لو تلاحظوهم مرصوصين جنب بعض في الميموري، مفيش فواصل ما بينهم، السكور الاول اهو، السكور التاني اهو، السكور التالت اهو. دي ببساطة فكرة الليستة دي او اللي هي الاري يعني في الميموري تمام. لحد كده تمام. نعرف بقى الديكلاريشن او التعريف او انشاء الاري في اللغه. مبدئيا كده احنا لو عايزين نعرف اي حاجه في اللغه دي بنعرف دايما الداتا تايب الاول تمام. فاحنا مثلا عايزين نعمل الاري الداتا تايب بتاعها انت، بعد كده بنعرف اسم الاري اللي هو عندي هسميه اري بالمنظر ده تمام. بعد كده هحدد السايز وليكن مثلا 3 ما بين سكوير براكتس كده بالمنظر ده، بعد كده علامة equal، وبعد كده ما بين curly brackets هحط بقى العناصر على عدد السايز بتاعي اللي هو مثلا 1 2 3 تمام. لحد كده ده الديكلاريشن بتاع الاري او تعريف الاري. الاكزامبل نفسه عندي اهو، عندي 5 عناصر وحطيتها ما بين curly brackets 5 عناصر، والمنظر ده اهو في الميموري ان هم كل واحدة واخدة 4 بايت وهم تحت بعض مرصوصين كده في نفس المكان في الميموري مفيش فاصل ما بينهم. طيب ممكن اعرف الاري بطرق تانية، زي ان انا مثلا محطش السايز بس احط كل العناصر في التعريف بتاع الاري، يعني هنا انا ما حطيتش السايز بس حطيت العناصر بتاعتي كلها اللي هم 5، فالكومباير من نفسه هيعد العناصر دي وهيعرف عددها. يعني انا عندي هنا السايز 5 اهو، الكومبايلر عارفه من غير ان ما انا اعرفه يعني، والعناصر عندي اهو. ممكن برضو ان انا اعرف الاري وادخل السايز من غير ما ان انا اعرف العناصر من الاول، ممكن اسيبها كده. نيجي هنا نبص كده هتلاقي السايز ب5 بس الاليمنتس ب0. 0 ده الديفولت فاليو اللي الكومبايلر بيحطها للانتجر اري لما بتبقى فاضيه، لما بتبقى ما دخلت لهاش عناصر، لان هو مش هينفع يسيبها فاضيه فبيحط ديفولت فاليو كده. فهو هنا حط 0. احنا في حد فتح المايك او حاجه؟ حد عايز يقول حاجه؟ تمام نكمل.
عندنا احنا كنا بنقول هنا ان كل داتا تايب ليه ديفولت فاليو مختلفة عن التاني، فهنا الانتجر الديفولت فاليو بتاعته زيرو، وهنعرف برضو عن باقي الديفولت فاليوز بتاعت الداتا تايبس التانية قدام شوية. هنا ممكن نعرف السايز لوحده كده في فاريبل لوحده وبعدين نقوم حاطينه في الاري. ممكن برضو نعرف الفاريبل في السايز في فاريبل لوحده اهو، وناخده من اليوزر ونعرف اري على السايز اللي اليوزر دخله لنا، تمام. وهنا برضو الاليمنتس دايما هتبقى زيرو لان احنا اصلا ما دخلناش اليمنتس هنا، فالديفولت فاليو هتبقى بزيرو. هنا بقى هنعرف اري من 5 عناصر السايز بتاعها 5، بس هنا دخل لها 4 عناصر بس، فمش هتبقى فيه مشاكل عادي، هي السايز هيفضل برضو بخمسة لان انا عرفته اصلا بخمسة، والاليمنت هيدخلها زي ما هي، بس اخر اليمنت هيبقى بزيرو لان احنا ما دخلناهوش اخر اليمنت ده، فهو هيحط الديفولت فاليو بتاعت الانتجر. الحاجتين دول هيجيبوا ايرور. طيب الاولى هتجيب ايرور ليه؟ لان احنا حددنا السايز بخمسة وهنا دخلنا 6 عناصر، فانا اول حاجة اصلا قلتها ان الاري هي collection of fixed number of items، ان هي fixed، ما ينفعش ان انا اعرفها بان هي السايز بتاعها 5 وبعدين اقوم مدخلها لها 6 عناصر، ده هيجيب ايرور. هنا برضو معرف الاري وما دخلش عناصر يعرف منها السايز وما دخلش السايز نفسه، فهتجيب ايرور لان احنا قايلين برضو ان الاري لازم تبقى متحدد السايز بتاعها من قبل اصلا ما نبدا شغل عليها، يعني هي لازم تبقى عارفه السايز، لان الكومبايلر لما بتعرف اري بيروح يحجز لها مكان في الميموري، فهو علشان يحجز مكان في الميموري كده جنب بعضه بالشكل ده لازم يعرف السايز بتاع الاري. دي الديفولت فاليوز اللي كنت بقول عليها من شويه، اللونج والانتجر الديفولت بتاعتها زيرو، الفلوت والدبل زيرو برضو، بس اللي هي الزيرو اللي فلوت اللي هي 0.0 نفس الفكرة، بس دي فلوت اللي هي الأرقام العشرية. يعني string حاجة اسمها empty string، إن هي علامتين تنصيص بس، يعني ما فيش جواها حاجة، هو empty حتى فاصلة ما فيش، يعني هو فاضي. الكاركتر حاجة اسمها null، النل دي بتتمثل بباك سلاش زيرو، هي النل دي مش قيمة، هي قيمة ما فيهاش حاجة، ملهاش معنى، هي قيمة ملهاش معنى بس هي قيمة، هي اسمها نل، تمام. طيب احنا قبل كده لما كنا بنبقى عايزين اكسس على اي عنصر، مش عنصر اقصد، على اي فاليو، يعني انا ممكن اعرف مثلا الفاليو ايه اهي، تمام، هحط لها قيمة مثلا ب9. طب انا عايزة اغير قيمة الفاليو دي فهخليها مثلا اهو ببساطة ب7. طب انا عايزة مثلا ازود على الفاليو دي مثلا رقم 2. طب انا عايزة اطبع الفاليو دي اهو، مفيش اي مشكلة، هطبعها بالشكل ده عادي. ثانية معلش، اهو احنا كنا قايلين هنا ايه، احنا خليناها ب7 وبعدين زودنا عليها 2 في بقت 9 وطبعناها اهي بقت 9. طيب بنفس الفكرة احنا عندنا في الاري عناصر، تمام، ثانية معلش، احنا جوه الاري عندنا عناصر كلهم تحت اسم نفس الاري، تحت الاسم ده، فعلشان نميز ما بين عنصر وعنصر بنميز بارقام. اول عنصر ده بيبقى العنصر رقم 0، احنا عندنا في السي بلس بلس بنبدا عد من 0، الرقم اللي فوق ده اسمه اندكس، يعني الرقم الاول ده هو الاندكس 0، تمام، العنصر الاول ده الاندكس يبقى الاندكس 0، فانا لما اجي اكسس عليه هكتب اسم الاري وما بين سكوير براكتس هحط الاندكس بتاعه اللي هو 0، وهفضل بالطريقة دي لحد ما أخلص الأري، يعني العنصر التاني الإندكس بتاعه 1، التالت الإندكس بتاعه 2، وهكذا لحد آخر عنصر. آخر عنصر ده بيبقى الإندكس بتاعه أصغر من الحجم بتاع الأري بواحد، لأن إحنا بادئين عد من 0، فدايما هتبقى أصغر بواحد، تمام لحد كده. طب تيجي نشتغل على فيجوال ستوديو على الأري، مثلا هنعرف الأري أهو، طيب انا مثلا عايزه اعدل اول عنصر في الاري دي اهو، بدل ما يبقى 1 انا عايزاه مثلا 5،
طيب انا عايزه ازود عليه، هو نفس الفكره، انا هكتب دي زي ما بكتب اي variable عادي array، وما بين square brackets الاندكس بتاعي. انا عايزه مثلا ازود على العنصر ده مثلا رقم 3. طب عايزه اطبع العنصر ده اهو array of 0. نعمل run تاني. اهو 8، هو كان 5 زودنا عليه 3 بقى 8. ما فيش اي مشاكل، بنتعامل مع زي اي variable عادية، بس الفرق ان احنا بنأكسس العنصر باسم ال array وال index بتاع العنصر بتاعنا. تمام. احنا برضو لو عايزين ندخل، نخلي اليوزر هو اللي يدخل العناصر بتاعة ال array. انا عرفت array وعايزة اليوزر هو اللي يدخل العناصر. قبل كده لو ما كنا بنعرف اي variable بنعمل cn لل variable دي عادي جدا. تمام. فانا عايزه مثلا اليوزر يدخل لي اول عنصر، فانا هقوم عامله cn array of 0 ببساطه. طب انا عايزاه يدخل لي كل العناصر، فانا ممكن ادخلهم عنصر عنصر بنفس طريقه ال cn دي عادي. بس احنا ممكن بما ان كده كده العناصر بتمشي برقم كده ثابت، كل مرة بتزيد واحد أهو، أول عنصر زيرو الإندكس بتاعه زيرو، تاني عنصر الإندكس بتاعه واحد، هكذا لحد آخر عنصر. فأنا ممكن أمشي عليهم بفور لوب وكل مرة أزود جوه الإندكس بواحد. فإحنا الأكونت بتاعنا هيبدأ عند زيرو، بعدين هيبقى أقل من 3 لأن إحنا بنبدأ عند من زيرو، والكاونتر بتاعنا هيزيد كل مرة واحد. تمام. هنعمل سي إن للأري of i، الاي دي كل مرة هتزيد، هتبدأ بصفر فهتعمل سي ان للعنصر الأول، بعدين هتزيد واحد تبقى بواحد، فهتعمل سي ان للأري of واحد اللي هي العنصر التاني، وهكذا. نعمل run. أهو 1 2 3، دخلنا العناصر عادي جدا. طب ممكن برضو أطبعها بنفس الطريقة، بدل ما أطبع عنصر عنصر ممكن أطبعها بفور لوب برضو أهو، بس بدل السي اوت هنا السي ان سي اوت، ممكن نزود فاصلة في الآخر كده. واحد اثنين ثلاثة طبعهم اهو. ممكن برضو السي اوت دي نحطها اصلا جوه نفس الفور، بما اننا كده كده بنأكسس على الاري كلها، فالعنصر اللي يدخل نطبعه. ممكن برضو تبقى كده والكود يبقى في سطرين، ما نحتاجش ان احنا ندخل كمية المدخلات اللي كانت في الاول دي. طيب اهو زي ما قلنا ان احنا نقدر نعمل assign values بالطريقة دي بفور لوب، ونقدر نطبعها برضو بنفس الطريقة ان احنا نطبعها بفور لوب. طيب نرجع للمثال التالت اللي خدناه بتاع ال10 طلبة. احنا دلوقتي عايزين نحله بطريقة مختلفة عن الأولى اللي كان فيها تقريبا عدنا أسماء الـ variable، كتبنا 30 مرة اسم variable. فاحنا عايزين طريقة كده بالـ array. احنا عندنا أول طريقة هي عملناها، طيب نجربها بطريقة بالـ array. في الأول كده احنا عندنا array، الـ array دي فيها 10 درجات ل10 طلبة، ماشي. بعدين هنعمل فور طيب مشترى، وهنمشي الكاونتر كل مرة هيزود واحد، وهنعمل سي ان للدرجات دي. تمام. ري اوف اي، انا دلوقتي عايزة اجمع كل الدرجات اللي في الاري دي مع بعضها. فانا بما اني كده كده بمشي على الاري كل عنصر بدخله هقوم جمعه، بس جمعه على قيمة هعرفها في الاول اللي هي الافريج اهو انت افريج، وهنحط لها قيمة مبدئية بزيرو. فأنا بما إني كده كده بأكسس على عناصر الأري وبمشي عليها، فأنا كل عنصر هدخله هجمعه على الأفريج بتاعي، فهعمل الأفريج بلس تساوي الأري أوف أي، بس كده. وفي الآخر أهو هطبع الأفريج مقسوم على 10 اللي هو عدد الطلبة. ثانية معلش، هندخل 10 درجات أهو،
المتوسط بتاعهم قال لك 5. طيب نيجي نقارن ما بين الكود ده واول كود عملناه. اول كود عملناه اهو كان مليان variables ومليان ر، والكود التاني اهو في سطرين وبسيط ومقبول. طيب لحد هنا حد مش فاهم حاجة؟ شرحت بسرعة أو فوتت حاجة؟ حد وقع منه حاجة؟ انتوا ممكن تسألوا في الشات أو في جروب تليجرام، أنا بصة في جروب تليجرام برضه. تمام؟ لا تمام. قد انت طيب؟ ماشي. طيب احنا كل ده كنا عمالين نتعامل مع الانتجر اري، بس خلينا نجرب بقى الكاركتر اري. يعني نيجي كده هنا ونجرب نعرف كاركتر اري. عندنا كاركتر اري اهو، تلاتة حجمها 3، هنحط فيها نفس الفكرة برضو، بس احنا عارفين ان الكاركترز بتتحط في سنجل كود، بي سي. تمام. هنيجي بقى نطبع الاري دي. في ميزه كده في الكاركتر اري ان احنا ممكن ان احنا نطبعها بالمنظر ده من غير فور، كانها سترينج، يعني كاننا معرفين سترينج كده، مثلا a يساوي a b c. تمام. احنا ممكن برضو نتعامل معاها كده، بس ده في الكاركتر اري بس، يعني مش في الانتجرز، في الانتجر اري كده. طيب تيجي نطبع بقى نشوف هيطلع لنا ايه. لاحظوا ان هو طبع لنا الاري بتاعتنا هي اي بي سي، بس طبع جنبها حاجه غريبه. تمام، حاجه مش مفهومه. حد عنده فكره ليه؟ حد يشارك باي فكره؟ حد عنده فكره ليه؟ احنا دخلنا السايز ب3 ودخلنا بعد كده 3 عناصر بالظبط، ليه طبع حاجات زياده؟ طيب عندنا في الميموري اهي كاركتر اري من السايز بتاعها 3 والحروف بتاعتها 3 اهي، دخل اول حرف وتاني حرف وتالت حرف، بس ايه اللي في الاخر دي بقى؟ احنا شفناها في السيشن قبل كده. نال ترمينيشن. حد يقول ايه دي؟ الايه نال ترمينيشن بالظبط كده؟ النال فاليو اللي احنا قلناها في الاول، اللي هي كانت الديفولت فاليو بتاعت الكاركتر. هنا الكومبايلر في الكاركتر اري او في السترينج بيضيف في اخر اي كاركتر اري او سترينج من نفسه من غير ما انت تعرف او تشوف، بيضيف في الاخر حاجه اسمها النال فاليو. تمام. فاحنا عندنا في السي والسي بلس بلس الكومبايلر ما بيقدرش يخزن اي حاجه او يحجز اي حته في الميموري الا لما انت تقول له احجز. يعني انا هنا مثلا عملت اهو، حجزت 3 عناصر في الميموري وحددت ان التايب بتاع ال3 عناصر دول كاركتر. تمام. فالكومبايلر عرف، ثانيه بس بقرا رسائل تليجرام جماعه، ولو الشير سكرين وقف او اتاخر نبهوني، يعني ما تسيبونيش كده. هي ظاهرة قدامكم صح الصورة بتاعت الميموري دلوقتي؟ هي ظاهرة بس ساعات بتعلق. طب يعني يا ريت حد ينبهني لما اتعلق عشان اظهرها لكم تاني بحيث ما تبقوش مش مركزين يعني. تمام ماشي. تمام. طيب احنا كنا بنقول هنا، احنا كنا وصلنا ان هو في السي والسي بلس بلس اي حاجه بتتحجز في الميموري انا اللي بقول للكومبايلر يحجزها. تمام. فانا هنا حجزت 3 عناصر، 3 بلوك في الميموري، حجزتهم الثلاثه بس. طب انا عندي المفروض ان الكومبايلر بيضيف في اخر اي كاركتر اري او سترينج النال فاليو دي. دي حاجه كده موجوده في اللغه، يعني في الكومبايلر نفسه. تمام. فانا لما حجزت 3 الكومبايلر جه يضيف النول فاليو في الاخر دي، ما لقاش مكان ليها، ما لقاش مكان يقدر يحطه فيها لان هو ما يقدرش يحجز مكان من نفسه. تمام. فهو ما قدرش يحطها. طيب هي نفسها النول فاليو دي لازمتها ايه؟ النول فاليو دي في بعض فانكشنز معتمده عليها اصلا في الشغل بتاعها. يعني عندي مثلا الفانكشن بتاعه الطباعه بتاعتنا دي
هي بتطبع ازاي؟ هي بتمشي على الاري دي وتطبع عنصر عنصر. طب بتقف امتى؟ يعني هي بتمشي على العنصر ده تطبعه، وبعدين تمشي على العنصر ده تطبعه، تمام؟ هي اصلا مش ماشيه على الاري دي، هي ماشيه في الميموري، بتمشي على البلوك دي تطبعها، تمشي على البلوك دي تطبعها، بعدين تمشي على البلوك دي تطبعها، بعدين تيجي عند البلوك دي. طيب ايه اللي هيعرفها ان خلاص توقف طباعه؟ النال فاليو دي. هي كده في الفانكشن بتاعه الطباعه، في فانكشنز كتير كده برضو مرتبطه بالسترينج والكاركتر اري، معتمده على النال فاليو دي. هي بتقف لما تشوف النال فاليو ده في الكودينج بتاعها، في الاساس بتاعها، في البناء بتاعها. فعندنا هنا لما عرفنا الاري ان كده الفيجوال ستوديو الصوره بتاعته ظاهره عندكم، صح؟ اه تمام. تمام. لما احنا كنا بنقول لما عرفنا array اهو من 3 عناصر، هو الكومبايلر ما قدرش يضيف النول فاليو في الاخر. فلما عملت سي اوت وجيت اطبع الاري دي، هي داله الطباعه او الفانكشن بتاعه الطباعه دي مشت على الميموري، مشت لقيت اول عنصر في اول بلوك في الميموري، بعدين تاني عنصر طبعته، تالت عنصر طبعته، بعد كده فضلت ماشيه، مفيش حاجه وقفتها، يعني اصلا هي ما لقيتش النول فاليو توقفها. فهنا الحاجات اللي هي معمول عليها هنا علامة الاستفهام دي حاجات أصلا إحنا مش فاهمينها، يعني الفونكشن دي لما ما لقيتش النول فاليو إحنا مش ممكن نتوقع اللي ممكن يحصل. ممكن البروجرام يحصل له كراش، إن هو يقف ما يكملش أو ما يطلعش أصلا اللي أنت عايزه، ممكن يخش في انفينيت لوب، ممكن يطبع حاجات غريبة، ممكن يعدل في الميموري، يعني حاجة كده مش متوقعة، ما نقدرش نعرف اللي ممكن يحصل. فعلشان كده لازم تبقى النول فاليو دي موجودة، وعلشان تبقى موجودة لازم نحجز في الأري نفسها رقم واحد زيادة كده في السايز، عشان الكومبايلر لما يجي يضيف النول فاليو دي يضيفها. طب تيجي نعدل بقى هنا على الأري، احنا عندنا هنا 3 عناصر في الأري، هنخليها 4. أنا دلوقتي في فيجوال ستوديو، لو حد ما ظهرتلوش لسه شاشة الفيجوال ستوديو. أهو طبع ABC ومفيش حاجة جنبها. ليه طبع كده؟ علشان احنا زودنا واحد، تمام؟ فدينا مساحة للكومبايلر ان هو يضيف الباك سلاش زيرو اللي هي النول فاليو. فلما جيت اطبع الفانكشن بتاعة الطباعة دي وصلت للنول فاليو ووقفت، يعني هي جواها جوه التركيبة بتاعة الفانكشن دي، الكود بتاعها اللي بيمشي الفانكشن دي في شرط كده بيقول لها لما تشوفي النول فاليو وقفي الطباعة. فهي لو ما شافتش النول فاليو دي ما بتقفش. فهنا عندنا كده لما زودنا رقم، لما زودنا سايز واحد، شافت النول فاليو فوقفت. لحد كده مفهومة؟ حد مش فاهم النقطة دي؟ بصوا النقطة دي مهمة بالنسبة لي، وأنا يعني أهم حاجة بالنسبة لي أصلا جزئية الميموري كده، فلو حد مش فاهم ممكن أقول تاني. في حاجة مش مفهومة؟ حد ينطق؟ طب هو ده ابعتوا مع تليجرام. الكارتر بس ولا كله؟ ده مع ايه؟ مع الكاركتر بس، البلوك بتاع النال ده، ولا مع كل الداتا تايب؟ مع الكاركتر اري ومع السترينج. يعني لو دلوقتي استني اهو، رحت وعرفت، سيبك من الكاركتر اري وعرفت سترينج عادي اللي هو خدتوها قبل كده، سترينج اي مثلا يساوي اي بي سي، تمام؟ لو عرفته كده هو الكومبايلر من نفسه بيعد اللي هو العناصر بتاعة السترينج ده كام حرف، ماشي؟ هما 3، بيحجز له 3 في الميموري، وبعدين يقوم مزود واحدة كده، مزود من نفسه نال فاليو، بس انت ما بتشوفيهاش كده في الكود، هو بيزودها في الخلفية ورا. فالسترينج ده والكاركتر اري بيزودوا في الآخر نال فاليو، علشان برضو نفس الفكرة. أنا لو جيت أطبع السترينج ده أهو، أنا مش هيظهر لي المرة دي، لأن أنا هنا في السترينج ما بقدرش أحدد السايز بتاعه غير الاري وكده، بس هنا لو جيت اطبعها الداله بتاعت الطباعه دي بتقف لما بتشوف النول فاليو في السترنج في الاخر. فاهمه حاجه؟ اه فهمت. طيب تمام. طب على سيره سؤالك ده، عشان هو كان سؤال مهم، ليه مثلا ما عندناش كده في الانتجر، في الانتجر اري؟ يعني طب الكومبايلر بقى بيعرف ازاي في الانتجر اري ان هو يقف مثلا في آخر عنصر؟ بيعرف إزاي؟ حد عنده فكرة؟ طيب أنا ما عنديش فكرة ليه ما عملوهاش، يعني ليه اللي اخترع اللغة ما عملهاش بنفس الطريقة هما الاتنين، يعني أنا
كنت عند سيرش من امبارح بس ما وصلتش لاجابه، غير ان هو قال يعني ان لما بنعمل كده في السترينج والكاركتر اري بتبقى الكود بسيط وحاجات زي كده، ما قالش يعني اجابه تكنيكال كده واضحه او حاجات فيها كود، فما حبيتش ان انا احطها في السيشن عشان ما الخبطش حد. فهنيجي هنا في الانتجر اري، هو بيعرف ازاي اخرة الاري دي؟ ما عنديش نال فاليو هنا في الانتجر اري، او سواء اللونج او الدبل او الفلوت كلهم نفس الفكره ارقام. انت لما بتعرف اري اصلا الكومبايلر نفسه بيخزن معلومات ايه عن الاري دي؟ حاجه محتاجين نعرفها. نيجي هنا نعرف اري، مثلا اول حاجه بنقولها الداتا تايب، بعدين اسم الاري، بعدين السايز، بعدين العناصر بتاعتنا، تمام؟ فالكومبايلر من اول ما تبدا تعرف الاري كده بياخد عن الاري اللي انت بتعرفها دي 4 معلومات. اول حاجه واهم حاجه اللي هي الحاجه اللي بنبدا فيها اللي هي التايب بتاع الاري دي، تمام؟ بعد كده وانت ماشي بالترتيب كده انت بتدخل الاسم، فبيعرف الاسم بتاع الاري بيخزنه برضه. تالت حاجه بيخزن السايز بتاع الاري دي، يقوم واخد السايز دي، ماشي؟ احنا كده 3 معلومات، انا قلت 4 لسه واحده، يقوم واخد السايز ده، تمام؟ وياخد التايب ده. احنا سبق وقلنا ان كل تايب ليه عدد بايتس معين، فالانتجر هنا زي ما انتم شايفين في الميموري بياخد 4 بايتس، تمام؟ فبيروح بقى ياخد التايب ده وياخد السايز اللي هو عدد العناصر ويحجز على قدهم في الميموري. فانا عندي هنا الكومبايلر حاجز 12 بايت في الميموري بالظبط. طيب هو عارف منين؟ هو عارف اصلا مسبقا ان الانتجر بياخد 4 بايتس وان عنده 3 عناصر، ف3 في 4، فهو حجز ال 12 بايت دول كده جنب بعض للعناصر بتاعتي، وحط في كل 4 بايت منهم عنصر. مفهومة لحد كده؟ مفهومة يا شباب؟ اه تمام. المعلومات دي أنا قلت 3 بس لسه الرابعة ما قلتهاش. المعلومات دي بيخزنها في حاجة، يعني لو حابين تسيرشوا أكتر عن الموضوع لأن أنا ما أقدرش أدخل في الموضوع ده في السيشن دي. ثانية، حد بيقول عيدي الانت تاني. طيب ماشي، أنا كنت بقول عن الانتجر أري إن هو بيخزن، الكومبايلر بيخزن 4 حاجات في عن الـ الانتجر اري. في الاول بيخزن الداتا تايب اول حاجه بتدخلها، بعدين بيخزن معلومه تانية الاسم، بعدين بيخزن معلومه تالتة السايز، بعد كده في معلومه رابعه بيخزنها، تمام؟ فهو بيجي يقوم ماسك لسه ما قلتش المعلومه الرابعه دي، بيقوم ماسك التايب ده وهو عارف مسبقا ان التايب ده بياخد 4 بايت اللي هو الانتجر، يعني الانتجر الواحد بياخد 4 بايت في الميموري، هو يقوم واخد ال3 عناصر دي والانتجر ده ويحجز على قدهم في الميموري اللي هو 3 في 4، 3 دي عدد العناصر و4 عدد البايتس اللي كل عنصر بياخدها، فهيحجز 12 بايت كده في الميموري مرصوصين جنب بعض للاري دي، تمام؟ اللي قال عيدي. طيب المعلومات دي انا كنت بقول يعني بيخزنها فين؟ بيخزنها في حاجة اسمها سيمبل تيبل. انا ما اقدرش ادخل لكم في السيمبل تيبل ده لان ده حاجه واسعه لوحده والسيشن مش هتكفي لده، فانتوا بس ممكن تاخدوا الكيبورد دي وتدوروا عليها بنفسكم، تمام؟ رابع حاجه بيعملها، احنا قلنا اخر حاجه عملها دلوقتي ان هو خد السايز والتايب وحاجز ال 12 بايت دول. طب من ال 12 بايت دول بيقوم واخد الادرس بتاع اول بايت اللي هو الستارتنج ادرس، تمام؟ بعد ما ياخد الـ starting address ده هو بيقدر طبعا من المعلومات اللي عنده يستنتج بقى عناوين باقي البايتس، بيستنتج برضو عنوان آخر بايت، تمام؟ طب ازاي ده بيحصل؟ هو عارف مسبقا ان الاري بتاعتك انتجر وان كل انتجر بياخد 4 بايتس، وعارف مسبقا ان الاري بتاعتك 3 عناصر، فهو عارف ان هو واقف دلوقتي اهو في اول بايت في الاري دي، تمام؟ فهو عارف ان هو البايت اللي هو واقف ده فيه ده والتلاتة بايتس اللي جايين، تمام، بتوع اول عنصر لان هو الاول عنصر ده انتجر وواخد 4 بايت. اول ما يخش في البايت الخمسة دي هيبقى عارف ان هو دخل في الاربعة بتوع تاني عنصر، تمام؟ بعدين اول ما يدخل في الاربعة بتوع اخر عنصر يبقى عارف ان دول ال4 بايتس بتوع تالت عنصر، تمام؟ فهو ماشي كده بيبقى عارف هو فين، هو عارف اللي هو starting بايت او starting address، فهو من الادرس ده بيقدر يعرف نهاية الاري. هو عارف ان انا واقف عند اول بايت اهو
والاري بتتخزن جنب بعضها، فهو عارف ان انا لما امشي 12 بايت واوصل عند البايت رقم 12 ان انا كده وصلت لاخر حاجه في الاري. البايت اللي جاي بقى ده مش بتاعي، مش بتاع الاري بتاعي، ده بتاع حاجه في الميموري تانية. تمام، مفهومه؟ حد ياكد عليا ان هي مفهومه؟ تمام. تمام. طيب نيجي بقى نصلح الغلط اللي عملناه في الأول. أهو عندنا كاركتر array، بنزود واحد على الأري، على السايز بتاع الأري عشان ندخل 4 عناصر، فلما نيجي نطبعها، أنا قلت لكم إن إحنا ممكن نطبعها بالشكل ده من غير loop، هيطلعنا لنا الأوتبوت صح. ممكن برضو أصلا ندخلها بالشكل ده زي السترينج، مش لازم إن إحنا نعملها كيرلي براكتس وندخلها عنصر عنصر في سنجل كوت. ممكن ندخلها من غير السنجل كوت، يعني بالمنظر ده، دبل كوت والأريه على بعضها. تمام، نشوف بقى inside the memory، اهي محطوطه عنصر عنصر a b c d، وفي الاخر النول فاليو لان انا زودت السايز بواحد واديت فرصه للكومبايلر يحط النول فاليو دي. طيب احنا كده خلصنا كلام عن الاري وهنخش في الفانكشنز بتوعها. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ في حاجه مش مفهومه؟ هو لا تمام. حاجه مش مفهومه يا شباب؟ هو ايه؟ كملي. ممكن ترجعي السلايد اللي قبل كده؟ ايوه. هنا انت كاتبه char array، لا لا بعدها دي، بعدها دي، ايوه دي. انت كاتبه char بعدين الاري وحطينا 5 وكتبنا اي بي سي، المفروض نكتب string ولا هي char؟ يعني مش هي كده بقت كلمة؟ لا، دي char. لو عايزين نعملها string هتبقى اصلا curly brackets وجواها اكتر من string، يعني بالمنظر ده string array of مثلا 3 هتساوي أول string مثلا A B C، تاني string مثلا A S D، هكذا لحد الآخر. تمام، ده كده string array، إن هي أصلا string array العناصر بتاعتها string، يعني كل عنصر string بحاله. لكن دي اللي في الباوربوينت عندي دي string واحد للأري دي، فالكومبايلر هيمسك السترينج ده يوزعه على العناصر بتاعه الاري، فاول عنصر يبقى فيه الاي، وتاني عنصر يبقى فيه البي، وتالت عنصر يبقى فيه السي. فاهمه؟ يعني بالمنظر ده انا كده عرفتها كاركتر اري. لو عملت كده في المنظر ده في السترينج يطلع لي ايرور. تمام، شكرا. تمام، تمام، مفهومه لحد كده يا شباب؟ في حاجه مش مفهومه؟ هو في حاجة تانية تشرحت غير الأري أصلاً؟ لسه داخل ما كملتش 5 دقايق، ففي حاجة تانية تشرحت غير الأري ولا لسه؟ لا، ما شرحناش حاجة غير الأري لسه، بس هنبدأ في الفانكشنز بتاعت الأري. طب الحتة الأولانية دي اتسجلت ولا لسه؟ متسجلة. تمام. عامة الحتة اللي جاية دي مش، يعني لو أنت بتعرف بس تعرف الأري، الحتة اللي جاية دي مش معتمدة على الحتة اللي فاتت، بس لازم تحضر. تمام، ماشي. تمام كده احنا خلصنا كلام عن تفضل مين اللي كان بيتكلم؟ انا المفروض لو ما عرفتش السايز بتاع الاري ده ممكن يدي لي ايرور ولا هو ممكن يعرفه لوحده؟ تاني كده، معلش صوتك بعيد. السايز ممكن تكتب لو الأري. اكتب على الجروب، اتكلم كده عشان بس صوتك بعيد فمش واضح شويه. هو انا لو ما عرفتش السايز بتاع الاري ممكن اما اكتب الاري نفسه هو البرنامج اللي بكتب عليه يعرف السايز لوحده ولا لازم اعرف السايز؟ وانا سمعت لو ما عرفتش السايز لازم ايه بقى؟ وانا لازم اعرف السايز بس، هو ده السؤال. السايز، استنى نرجع للسلايد اللي فاتت قبل كده. السايز ممكن متعرفوش، بس لو معرفتوش لازم تحط العناصر بحيث ان الكومبايلر يعد العناصر فيعرف السايز بتاعتك.
لكن اهي انا قلت قبل كده ان انت لو معرفتش ولا العناصر ولا السايز هيجيب لك ايرور، لان الاري دي حاجه كده في الميموري بتتحجز جنب بعضها في الكومبايلر، لازم يبقى عارف مسبقا الحجم بتاع الاري دي وما ينفعش يزيد ولا ينقص منه جزء. فانت بالمنظر ده مثلا زي هنا لو عملتها من غير سايز ومن غير عناصر هيجيب لك ايرور، لازم يا اما عناصر يا اما سايز. تمام تمام هو ده بس. تمام طيب احنا انا مبدئيا كده مش هدي لكم كل الفانكشنز بتاعه الاري، لان هو كده كده اي حاجه زي اي حاجه في البرمجه يعني بتبقى مليانه وفيها كتير قوي قوي قوي، ومش مطالب منكم اصلا تبقوا عارفين كل حاجه. انتوا يعني بتسيرشوا كده لما بتحتاجوا حاجه على جوجل وتشوفوا في فانكشنز ايه يعني تحطوها في الدوكيومنتيشن بتاعكم، مش لازم تبقوا حافظين كل حاجه يعني. بس انا هدي كده كام فانكشن بساط النهارده، وانتوا بعد كده بالممارسه والسيرش اكتر يعني لازم تعرفوا فانكشنز ثانيه مهمه كمان، بس دول اللي هقولهم يعتبروا اهم حاجه اكتر حاجه مشهوره يعني. مبدئيا كده انا لو عندي اري وعايزه اعمل لها سورت، دي حاجة يعني أظن مهمة جدا. فأنا عندي الفانكشن اللي اسمها sort، دي بتسورت الأري، بترتب الأري بإنكريزينج أوردر، إن هو ترتيب تصاعدي. تمام طب إحنا بنكتب الفانكشن بتاعت السورت دي إزاي؟ السورت ده على فكرة ما بيبقاش للأرقام بس، يعني الترتيب بيبقى للأرقام وللحروف وللسترينج لأي حاجة. الأرقام بتترتب تصاعدي عادي، والحروف بتترتب من الأكبر للأصغر عادي برضو، من الأصغر للأكبر أقصد، سوري، ثلاثة مثلا، واحد اتنين ثلاثة، لا خليها بس ما تبقاش مرتبة عشان يظهر لنا النتيجة. أول حاجة هكتب الفانكشن أهي، sort الفانكشن بتاعتي اهي. الفانكشن دي بتاخد اتنين بارامتر، بتاخد اتنين كده حاجتين جواها. اول حاجه في اول بارامتر بنكتب اسم الاري وعلامه بلس والاندكس اللي انا عايزه ابدا ترتيب من عنده. يعني بص احنا ممكن نكبر الاري دي عشان نفهم المثال، ممكن نخليها ستة مثلا، ممكن هنا نزود اهو كده بقى كام عنصر، ستة. انا مثلا عايزه ابدا ترتيب من عند الثمانيه، يعني انا عايزه الكومبايلر يمسك لي الاربع عناصر دول يرتبهم ويسيب الواحد والسته دول زي ما هم ما يحركهمش. فانا هقوم كاتبه الاندكس اللي انا هبدا عنده ترتيب في الجزء الاول من الفانكشن اهي. فالاندكس بتاعك بتاع الثمانيه ده كام؟ احنا قلنا بنبدا عد من زيرو، فاحنا عندنا ده زيرو ده واحد، الثمانيه الاندكس بتاعها اتنين، فاحنا هنقوم كاتبين اتنين هنا كده. تمام بعدين هنقوم كاتبين اسم الاري تاني بلس ساين لعلامة البلس، ونحط الاندكس اللي احنا عايزين الكومبايلر لما يشوفه يوقف ترتيب. يعني انا مثلا هنا عايزة ارتب، هو حضرتك بتكتبيه مش ظاهر، ايه الكود اللي حضرتك بتكتبيه مش ظاهر لنا، يبقى كده الشير سكرين متأخر. طب كلكم ولا النت عندك بس بطيء؟ حد يقول حاجة؟ لا انا ممكن استنى شويه كده لحد ما يصل، ممكن استنى شويه يظهر. اللي قالت مش ظاهر ما ظهرش لسه؟ لا لسه ما ظهرش. طب عندكم كلكم يا شباب ولا هي مشكله عندها بس؟ انا ظاهر عندي، ظاهر بس بيقطع، ظاهر برضو بس بيقطع. طيب عايد حتة السورت دي، ظهر عندكم طيب دلوقتي ولا ايه؟ يا شباب ممكن اعيد حتة السورت كده ظهر يعني. وارد نعيد بس من اول عيد حتة السورت. تمام ثانية معلش. كده ظهرت؟ يا شباب يلا. طيب تمام انا قلت هنكتب الفانكشن بتاعت السورت اهي. تمام الفانكشن دي بتاخد اتنين بارامتر، بتاخد حاجتين جواها كده
تمام. الحاجتين دول ايه؟ اول حاجه في اول بارامتر، في اول حاجه هتاخدها هنكتب اسم الاري. يعني لو الصوره ما ظهرتش في لقطه كده عندكم بنبهوني، ما تسيبونيش اكمل عشان ما نضطرش كل شويه نعيد وناخد وقت كبير، لان لسه في جزء تاني من السيشن زميلتي هتشرح لكم كحاجه تانية. يعني احنا قلنا هنا اول بارامتر هنحط اسم الاري، بعدين بلس علامه بلس، وبعدين هنحط الاندكس اللي انا عايزه الكومبايلر يبدا من عنده يرتب العناصر. فانا مثلا عايزه الاري تترتب من اول الثمانيه لحد الثلاثه، وباقي العناصر يسيبها زي ما هي ما يحركهاش. ماشي؟ فانا عندي الاندكس بتاع الثمانيه ايه؟ احنا قلنا ان احنا بنبدا عد من زيرو، فالرقم واحد ده الاندكس بتاعه زيرو، سته دي الاندكس بتاعها واحد، ثمانيه الاندكس بتاعها اتنين اهو. تمام. تاني بارامتر بقى هنقوم كاتبين اسم الاري تاني برضو وعلامة بلس، بعدين أنا عايزة أحط الاندكس بتاع العنصر اللي الكومبايلر أول ما يشوفه يخرج من الفانكشن بتاعة السورت. ده معناه إن الاندكس ده مش داخل معانا في الترتيب، ولكن هو بس بيتحط في الآخر كده عشان الكومبايلر لما يشوف الاندكس ده يخرج أصلا من الاري، يخرج من الفانكشن دي ما يكملش السورت. تمام. فأنا قلت إن أنا عايزة أرتب من أول 8 لحد 3. تمام. يبقى انا عايزه اخلي الاري اول ما يشوف رقم الاندكس بتاع واحد ده يقف، فالاندكس واحد ده هو الاندكس خمسة، زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام. الاندكس بتاعه خمسة سيمي كولون. هنقوم طابعين بقى بفور لوب سريعا كده، تساوي ستة بلس بلس، هنعمل سي اوت للأري، نعمل فصل. واضح كده الكود للكل؟ ظاهر للكل؟ نعمل رون. طيب لو تلاحظوا هنا الاوتبوت اهو، ممكن اكبره لو حد مش شايف، اكبر خالص اهو تحت خالص، عندنا اهو نجيب الاري بتاعتنا، الاري بتاعتنا اهي. تمام. والاوتبوت بتاعنا اهو. لو تلاحظوا الواحد والسته اللي في اول الاري زي ما هم اهو مطبوعين، واحد سته، والواحد اللي في اخر الاري مطبوع زي ما هو. طيب ايه اللي اتغير؟ الواحد والثلاثه والثمانيه اهو مترتبين من الاصغر للاكبر، وهنا اصلهم اهو كان ثمانيه واحد ثلاثه بقوا واحد ثلاثه ثمانيه، واللي بره دول ما اتغيروش، اتطبعوا زي ما هو. تمام لحد كده؟ اه تمام. طيب انا عايزه الاري كلها، انا عايزه الاري كلها تترتب. قلنا هنا هنحط الاندكس اللي انا ببدا عنده صح، فانا هحط الاندكس 0 عادي جدا. هنيجي هنا بقى، طب انا عايزه اخر اندكس يتشاف، فانا هقوم مزوده على اخر اندكس واحد. يعني انا هنا الرقم اللي بكتبه ده الكومبايلر ما بيرتبوش، ما بيدخلوش معايا اصلا في عمليه السورت. فانا طب انا عايزه اخر اندكس ده يتشاف ويترتب، فانا هقوم مزوده على الاندكس واحد، يعني هحط السايز بتاع الاري ستة أهو. هو أول ما هيوصل لرقم ستة ده هيقف، دالة السور دي هتقف ومش هتكمل. تمام. فكده الأري كلها هتترتب. ثانية كده بيعمل run أهو، رتبها زي ما انتم شايفين كده، واحد 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 تلاتة ستة تمانية. هنا في حته كده ممكن اقول لكم عليها، يعني هي مش فارقه قوي، بس احنا ممكن لو عايزين نرتب الاري كلها ممكن ما نكتبش بلس زيرو دي عادي، ممكن نكتبها بالمنظر ده، وهنا يبقى بس السايز بتاع الاري او يعني اخر اندكس في الاري بلس واحد اهو. يعني ممكن نكتبها بالشكل ده، ممكن نكتبها بلس زيرو مش هتفرق، بس يعني لان احنا دايما بنميل ان احنا الكود ما يبقاش فيه لغي رغي، فبنشوف يعني اصغر حاجه ممكن نكتبها ونكتبها، هي هتطلع لنا نفس النتيجه، واحد 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 تلاتة ستة تمانية. في مشكلة في السورت جماعة؟ الفانكشن دي مهمة قوي، فانتم محتاجين تبقوا فاهمينها. في مشكلة في السورت؟ حد مش فاهم حاجة فيها؟ اهو المثال اللي عندي اهو، رتبت العناصر دي اترتبوا دول بس، اللي بره ما ترتبوش. حد هنا تمام؟ الصورة ظاهرة؟ طيب اه تمام. ما فيش غيرك، غير انتوا الاثنين بيردوا ولا ايه؟ فينكوا يا شباب؟
تمام كله تمام. طيب دلوقتي عندنا دالة تانية كده مهمة أو function تانية مهمة وهي الريفرس. هي هيها بالظبط نفس الصورت بس بدل ما بترتب بتعكس. يعني لو عايز عندي array 1 2 3 هتخليها في الميموري 3 2 1 بس كده هتعكسها بنفس syntax والتفاصيل بتاعة الصورت. يعني أنا هنا أهو هقوم شايل الصورت دي وكاتبة ريفرس بنفس السينتكس بنفس كل حاجة وبنفس التفاصيل اللي أنا قلت لكم إن إحنا بنحط الإندكس اللي هنبدأ عنده وبعدين الإندكس اللي الكومبايلر لما يشوفه يقف. نفس التفاصيل دي كلها بالظبط بس هو بدل ما هيرتب الفانكشن هيقوم عامل لها ريفرس. إحنا كده كنا كاتبين كل الأري صح في الكود بتاعنا. تمام الأري كانت عندنا 1 6 8 1 3 1 دلوقتي بقت 1 3 1 8 6 1 تمام. يعني هو بس ما قرأهاش بالعكس هو عملها في الميموري بالعكس وطبعها. تمام في مشكلة في الريفرس؟ يعني ما اعتقدش ان انا محتاجة اشرح نفس التفاصيل دي تاني. هي بالظبط نفسها بس هي بس بتعمل وظيفة تانية. هي فانكشن هي الفانكشن دي محتاجها في ايه؟ يعني ايه البروبلم اللي ممكن نستخدم فيها الريفرس؟ بصي هو انت ممكن ما تتخيليش كميه الاستخدامات اللي بعد كده ممكن تستخدميها فيها. يعني انت لما تدخلي في الحل اكتر هتلاقيكي بيجي لك بروبلمز بتحتاجي ان انت تعملي ريفرس اصلا فاهمه. فانا مش متخيله مثال دلوقتي ولكن انت اكيد اكيد لو هتستمري في الحل اكيد هتلاقي حاجات تستخدمي فيها الريفرس. ممكن اصلا بعد كده في الشتات تلاقي حاجه اصلا بتقول لك اعملي ريفرس وبس في المساله يعني. بس وانتي كده كده هتحتاجيها بعدين بس انا الصراحه مش قادره استحضر دلوقتي حاجه يعني تستخدميها فيها. تمام طيب عندنا اتنين فانكشن برضو مهمين اللي هي السايز والسايز اوف. طب ايه الفرق ما بينهم؟ هما الاتنين اصلا بيعملوا ايه من اسمهم كده؟ حد يقول حاجه؟ هو عدد بتاع جوه الاري elements جوه الاري صح هي باين من اسمها. طيب ايه الفرق ما بين السايز والسايز اوف؟ يعني انا لو جيت طبعت اهو احنا هنشوف بنفسنا احنا بنستخدمها بالشكل ده اهو. احنا بنحط الفانكشن زي ما هي اهو ما بين القوسين بنحط بس اسم الاري ما فيهاش مشاكل يعني. وهنطبع برضو السايز اوف وهنشوف الفرق ما بينهم. هنشوف دلوقتي اللي كان مركز من اول السيشن نعمل إند لاين عشان الدنيا تبقى واضحة. طيب هو طبعا عندي 6 و24 عايزة حد منكم بقى يقول لي إيه الستة دي وإيه الأربعة وعشرين دي؟ ممكن أتكلم عادي؟ عدد؟ اتفضل. الأربعة وعشرين الستة هي عدد الاليمنتس وال24 اللي هو اخد المساحه قد ايه في الميموري بحيث ان هو انتجر في 4 بايت 6 في 4 24. تمام بالظبط كده. السايز دي اللي هي عدد الاليمنتس تمام اللي هم قدامنا 6 انما السايز اوف دي عدد البايتس اللي الاري دي حجزتها. طب قال ليه 24؟ علشان احنا عندنا قلنا في السيشن دي ان الانت بياخد 4 بايتس في الميموري تمام. فعندي 6 عناصر كل عنصر واخد 4 بايتس ف 6 في 4 ب 24. في مشكله في دي؟ لا تمام كويس لا كذا الفل تمام. طيب احنا كل ده كده كنا بنتكلم عن array او عن لسته ارقام one dimensional. one dimensional يعني ايه؟ يعني هي حاجه كده زي مصفوفه ارقام بس من صف واحد تمام. افتح نوتبوك ثانيه كده. انتوا عارفين الحاجه اسمها سودوكو؟ لعبه السودوكو حد عارفها؟ اه اللي هي اللعبه الياباني. ايوه اللي هي فيها مربع كبير كده 9 × 9 مربعات هي دي. هي ما بتبقاش الارقام مترتبه كده بس احنا هنعتبرها مترتبه لان انا مش هكتبهم. 9 6 كمان 2
هي اللعبة الأصلية بتبقى الأرقام مش مترتبة بالشكل ده، بس احنا نعتبرها كده مبدئيا بس. تمام، أنا لو عايزة أمثل المصفوفة دي أو المربع ده في الميموري، إزاي ممكن أمثله في بالأري؟ احنا ممكن مثلا نعمل زي ما هنا السلايد عاملة، ثانية، إن احنا نعمل 9 أريز. تمام، كل array منهم فيها 9 أرقام. تمام، يعني أنا عندي في النوت باد أهو كل صف أو كل سطر منهم array، يعني أنا ممكن أقوم واخد ال array دي، تمام، أعملها في array لوحدها، وبعدين أقوم واخد الصف ده array لوحده، array لوحده، كل واحد array لوحده. تمام، دي فكرة، بس هي فكرة عقيمة شوية لأن هي هتبقى صعبة قوي في الـ access. تمام، لو انا عايزه اشتغل على لو عايزه اشتغل مثلا اعمل اللعبه دي على الكمبيوتر هتبقى سخيفه جدا جدا جدا، ممكن تبقى اصلا مستحيله في بعض حاجات ان انا اوصل لرقم معين او لمربع معين، وهتبقى سطور كتير قوي وعكه قوي. تمام، فاحنا علشان كده عندنا حاجه اسمها 2 دي اري، او عامه المالتي دايمنشنال اري، اللي هي الاري باكتر من دايمنشن، اللي هي باكتر من دايمنشن، مش عارفه، مش ناس، مش قادره افتكرها بالعربي. هنا احنا عرفنا array اسمها سودوكو. تمام، هي منظرها كده في ال هي باينه اولا كده السلايد باينه بتاعت الجدول. باينه. طيب تمام، هي عامه منظرها بيبقى كده في الميموري بنفس الطريقه دي في التخزين. هنبقى عن معرفين السودوكو اهي، وهي حجمها 9 في 9. حد انتوا عارفين اكيد، لو سواء علم رياضة او علوم انتوا درستوا قبل كده حاجة اسمها مصفوفة. تمام، المصفوفة دي الحجم بتاعها بنكتبه الصف في العمود. تمام، يعني لو عندي مصفوفة 3 في 3 او 3 في 4 مثلا، يبقى كده هي 3 صفوف و4 اعمدة. نفس الفكرة هنا، هي مصفوفة 9 صفوف، الرقم الأول ده بيدل على الصف والرقم الثاني بيدل على الأعمدة. تخيلوا أكنها مصفوفة، احنا دلوقتي ما بنتكلمش في برمجة أصلا، احنا بنتكلم في مصفوفة الرياضية اللي خدتوها قبل كده. تمام، طب أنا لو عايزة في المصفوفة الرياضية دي بتاعتنا إن أنا عايزة العنصر اللي في الصف الثاني العمود الثالث مثلا، فأنا ممكن أكتب كده عادي إن أنا ممكن أكتب العنصر في الصف الثاني العمود الثالث. بنفس الفكرة هنا عندي أهو، أنا عايزة أأكسس في الجدول ده أو المصفوفة دي العنصر رقم اللي في الصف 0، إحنا قلنا بنعد من الزيرو في البرمجة في السي وسي بلس بلس، فإحنا أنا عايزة العنصر اللي في الصف رقم 0، في الرو رقم 0، واللي في العمود رقم 0، اللي هو هنا ده اللي أنا حاطة عليه دايرة حمراء في الأول خالص. تمام، عايزة العنصر ده يبقى قيمته 9. تمام، في مشكلة في الأكسس بتاع الـ 2D array؟ لا تمام. طيب أنا عايزة مثلا العنصر اللي في الصف الأول ده اللي في العمود الثالث، عايزة تبقى قيمته ب8، فهو أهو العنصر اللي في الصف الأول العمود الثالث، عايزة أنا مش كاتبة القيم هنا لأن أنا كنت قصدي إن أنا أظهر لكم بس اللي هي الإنديسيز بتاعتي عشان تشوفوها كده قدام. فالعنصر ده اللي هو الصف الأول العمود الثالث أهو، عايزة قيمته تبقى ب8. تمام، طيب أنا لو عايزة إن أنا أملي الأري دي أو أدخل عنصر الأري دي هأكسس عليها إزاي؟ بنفس طريقة الأري العادية، بس زي ما قلنا إن إحنا بنعمل 2 square brackets وبنحط الإندكس بتاع الصف وجنبه الإندكس بتاع العمود. تمام؟ يعني إحنا مثلا هنعرف أري مبدئيا كده حاجة قليلة، تبقى 2 في 2، 2 في 2. تمام؟ وإحنا لما بنيجي بقى نعرفها من نفسنا كده، السكوير الكيرلي براكتس اللي برانية دي بتبقى بره وفيها كل حاجة. فأنا لو عايزة أبدأ بأول صف أهو، ده الصف الأول، ماشي، ده كده الصف الثاني، ده كده مثلا إحنا كده عاملينها 2 في 2، فكفاية صفين. تمام، هحطهم تحت بعض عشان تعمل لنا كده محاكاة لشكل الأري. طيب أنا عندي كده هما بقوا تحت بعض، تمام، الاثنين دول هما صفين. تمام، طب انا عايزه ادخل العواميد بقى، فانا عايزه مثلا 1 2، ده كده الصف الاول
العمود الأول ده كده الصف الأول العمود التاني. طب أنا عايزة دلوقتي أدخل الصف التاني مثلا خليها 3 4، هي بالمنظر ده أهي بقت شبه المصفوفة اللي بتبقى في الورقة كده، إن أنا عندي أهو الصف الأول أهو والعمود التاني، مش هقدر أعمل سلكت بالطول، بس العمود التاني أهو الواحد والتلاتة، العمود الأول أقصد الواحد والتلاتة، والعمود التاني الاتنين والأربعة. فيها مشكلة ما بين كل صف وصف أهو، بحط فاصلة والعواميد بتاعتي أهي، أول عنصر من كل صف بيبقى ده من عناصر أول العمود. تمام؟ حد مش عارف ازاي بنعرف array 2D؟ يعني انا احنا ممكن ما نعملش الشكل ده عادي، بس انا بعملها عشان تتخيلوا شكل المصفوفة في ارض الواقع بس كده اهو. تمام يا شباب؟ تمام. بس هو تمام دخله باليوزر، اخلي اليوزر هو اللي يعني اكتب كل الاول بعد. صوتك بعيد، اللي بيتكلم صوتك بعيد. قول تاني. هو اللي يدخل المصفوفة، يدخل المصفوفة. مش احنا هندخل المصفوفة هون، بس كنت بقول بتعرفها ازاي. تمام اهو احنا كده ما دخلناش المصفوفة. تمام. طب انا عايزة ادخل المصفوفة دي، ماشي، فانا همشي على صف صف، ادخل اول صف وبعدين أقوم أنتقل للصف اللي تحته وأدخل تاني صف وهكذا لآخر صف. هنعمل ده إزاي؟ إحنا عندنا، بصوا إحنا هنعمل كده هنا شكل array، لأن أنا مثلا أهو عندي array كده 3 4 5 6. تمام. وخليها كمان صف 7 8 9. تمام. أنا عندي مصفوفة أهي أو array 2D. تمام. العنصر ده الاندكس بتاعه ايه؟ حد يقول؟ 0 و0 0 0. صح كده. اللي جنبه 0 و1 0 1. طيب اللي جنبه 0 و2. تمام. ثانيه كده معلش. تمام. اللي تحتهم بقى، ثانية احنا كده ماشي ما علينا، اللي تحتهم 1 و0 1 و1. تمام كده إلى آخره. يعني حد ملاحظ حاجة؟ 1. حد ملاحظ حاجة يا شباب؟ يعني في الرو بيبقى نفس الرقم وفي الكولم بيبقى نفس الرقم. بالظبط. فانا عندي اول رو اهو الاندكس بتاع الرو ثابت. تمام. بس اللي بيتغير وبيزيد واحد كل مره اللي هو الكولم. طيب في الرو الثاني برضو الرو زاد واحد بس هو ثابت، واللي بيزيد واحد كل مره الكولم. فاحنا ممكن يعني ممكن ان احنا نمثل ده ازاي؟ بإن إحنا نعمل nested loop. يعني إيه؟ يعني أنا هعمل loop أول حاجة فيها اللي من بره، إحنا قلنا إن إحنا بنمشي على رو رو. تمام. وفي كل رو همشي على كل العواميد اللي جوه الرو ده. يعني أنا هنا همشي على الرو الأول، ماشي الرو الأول أهو، همشي على أول عمود اللي هو 1، بعدين هنتقل للرو الأول العنصر اللي في الرو الأول تاني عمود، بعدين العنصر اللي في الرو التالت تالت عمود، في الرو الاول ثالث عمود اقصد سوري. فانا همشي في الاول الحاجه اللي هتبقى ثابته بره كده الرو. تمام. int رو تساوي 0، هنبدا من الزيرو. تمام. الرو هتقف فين؟ احنا هنا الاري بتاعتنا 2، فهي هتقف عند اقل من 2. بعدين الكاونتر اللي هو الرو سامين اصغر من 2 R plus plus. هيزيد كل مرة 1. طيب احنا كده مثلا في الرو رقم 0، احنا في اللوب دي لما بتمشي اول لفة من اللوب هتفضل هتنفذ كل اللي جوه الكود بتاع اللي اهو في كود هنا، هيتنفذ كل ده هيتنفذ بالفاليو اللي هي 0 دي. فانا الكود اللي جوه ده، تمام، الكود اللي جوه ده عايزاه يبقى 4 تانية، عايزاها تبقى كولون، ماشي، وتبدأ بزيرو.
والكولوم ده هينتهي عند أقل من 2، والكولوم ده هيزيد 1 كل مرة. تمام؟ وفي هنا كود أهو هنعمله. تمام؟ فأنا عندي أهو أول حاجة الفقر اللي بره دي هتبدأ بقيمة 0، فهي هتلف اللفة دي كاملة بقيمة 0، فهتخلص الكود اللي جواها ده كله بأول قيمة، مش هتزيد 1 وتنتقل اللي هو الرقم الرو اللي بعد كده إلا لما تخلص الكود اللي جواها. فهنا بالقيمة 0 دي إحنا هنلف على العمود عمود. يعني هنعمل إيه؟ هنبدأ مثلاً أهو. معاك مسطرة؟ مش سامعة تاني اللي قال حاجة، يقولها تاني، الصوت كان بعيد. كان تحت الجرام ثانية. يا شباب في حد قال حاجة أكمل ولا إيه؟ طيب هكمل. طيب هعيد حدة الفور دي، بس احنا محتاجين بس نلخص شوية في الوقت عشان الصراحة ما عادش وقت كتير، بس قدامنا شوية. احنا علشان نأكسس على على اندكس اندكس ماشي، احنا بصوا يعني احتبق خلينا مثلا الاري دي نعرفها اهو، عايزين نعمل سي ان ماشي. ثانية كده معلش هنعمل ايه، عايزين اي كود نعمله كده في النص مثلا، هنخليهم كلهم قيمتهم بواحد ماشي. مثلا array of row وكولوم بتساوي 1. تمام؟ فأنا أول حاجة همشي على الصفوف على رو رو. تمام؟ ففي أول لوب كده في اللوب اللي برانية دي أنا في الأول أول قيمة هبدأ بيها 0 ماشي؟ أهو أول حاجة عندي في الإندكس array of 0، وبعدين هخش جوه الفور التانية دي الإندكس التاني ده هيتغير، مرة هيبقى بزيرو مرة هيبقى بواحد على حسب الفور اللي جوه دي. يعني هو أول حاجة هيبقى بزيرو، بعد كده هيبقى array of zero واحد. عامة هي مش هتتفهم قوي لو أنا اللي ماسكة وبكتب، فيعني ممكن تعيدوها تاني في الريكورد وتجرب بنفسك كده تكتب الأري وتطبعها وتأكسس على عنصر عنصر فيها وترسمها قدامك كده، علشان هي وانا قدامك كده يعني مش هتبقى مفهومة قوي، محتاج تطبق بنفسك. المهم ان احنا كده بالطريقة دي هنبقى مشينا على الاري في الاول رو رو، وكل رو هنمشي بالفور دي. ثانية كده معلش، كل رو هنمشي بالفور دي اللي هي اللي جوه، هنمشي على عمود عمود جوه كل رو. حد فاهم حاجة؟ انا مش عارفة اوصلها قوي لان هي محتاجة كده وقلم مكتوب قاعد قدامي، مفهومة؟ هو احنا كده بعد ما نخلص الفور تاني بعد ما نعمل رن للكود، يعني كل رقم يعني كل العمود الاول في الصف الاول هيبقى واخد 1، العمود الاول في السطر في هي الصف الماتريكس التاني كلها هيبقى واخد هتبقى 2. بواحد. ايوه كلها لا مش هتبقى واخده 1، هي كلها هتبقى قيمتها 1 لان انا هنا اصلا عاملاها كلها هتبقى بواحد. ممكن مثلا نقوم عاملينها، هقول لك على حاجه، ممكن نقوم عاملينها حاصل ضرب الرو بتاعنا في ايه في الكولوم، يعني قيمه دي اللي هي الار في قيمه السي فل. انا هاخد دي بعد ما نعملها ونقوم طبعينها، يعني اهو هاخد الفور دي تاني واطبع الاري تمام، وما بين كل عنصر وعنصر هحط فاصلة، وبعد ما الفور دي تخلص يعني هقوم طبعة end line كده علشان كل صف يبقى لوحده ماشي. ثانية بس معلش الكوهيران اهو. احنا عندنا اول الصفر دي ناتج ضرب ايه؟ احنا عندنا اول ثانية كده الكود، عندنا أول لفة في الفور هنا زيرو ماشي، وجوه أول لفة زيرو، فهي ضربت الزيرو في الزيرو وحطته هنا. لاحظوا إن الصف الأول كله زيرو لأن إحنا بادئين الفور اللي بره دي بزيرو، فهي هتقوم ضربة أول صف كله بزيرو فهيبقى كله زيرو. تمام؟ تاني صف
هيبقى هنبدأ نضرب في واحد، ماشي؟ يعني دي هتبقى قيمتها واحد، الفور اللي بره دي اللي هي الار هتبقى بواحد في تاني لفة في الفور اللي بره دي، تمام؟ دي مرة هتبقى، أول مرة هتبقى بصفر وتاني مرة هتبقى بواحد. فأول مرة ضربنا الواحد بالصفر طلعت لنا صفر هنا أهو اللي تحت ده، تاني مرة ضربنا الواحد في واحد طلعت لنا واحد. مفهومة مشيت إزاي؟ معلش بس هو بيضرب value انت عطيها له ولا هو بيضرب الاندكس بتاعت كل position؟ الاندكس اللي انا ماشية فيه اهو اللي انا بدأ من صفر وبيخلص عند واحد اللي هو هنا ده الـ C والـ R. ماشي. طب هو انا لو عايزة اديله value لكل مكان، يعني الصفر الاولاني ده انا عايزة واحد والفور هي تزود بقى، يعني تزود اتنين تلاتة وكده، هي تزود ايه؟ قولي تاني. يعني أنا لو عايزة أبدأ بصفر وعايزة أخلي الفور يعني تزود. الأري مثلا of zero و zero تساوي تبقى بصفر، صح؟ وبعد كده هي انت تزود عايزة بقى. تقولي كده تبقى بصفر، تمام. احنا هنقوم عاملين دي ان احنا الأري of c هتساوي الأري of، ثانية احنا هنقوم جمعين اللي هي دي اللي هنبدأ عندها تزود واحد قلتي، صح؟ هنقوم عاملين بلس تساوي تقريبا واحد، ثانية كده، لا معلش هتبقى ثانية array of r بلس واحد، لا c بلس واحد، واحد بلس تساوي واحد. استني ما نجرب كده، لا ثانية كده معلش، الري اوف ار و سي بلس اهو، نجرب كده تاني. اهي زودت كل مرة واحد اهو، زيرو واحد اتنين تلاتة، ده اللي كنت عايزة تعمليه؟ أيوة هو ده بالظبط. احنا هنقوم عاملين اكسس على الكولوم اللي جاي اللي احنا ماشيين عليه ده، ونقوم مزودين القيمة اللي فاتت، ماشي، اللي هي في العمود اللي قبلنا أو في العنصر اللي قبلنا، ونقوم مزودين عليها واحد. هي بس بتبقى رخمة شوية كده، بتحتاج منك على الورقة تعمليها علشان هي بتلخبط شوية في الـ في الـ في الكود، تمام. احنا هنقف كده حته الاري يعني، عشان هي كده كده محتاجه ان انتوا تجربوا بنفسكم، عشان هي ما تتشرحش كده بالبق، لازم تجربوا بنفسكم. هنا عمل سي اوت للاري. طيب احنا كده خلصنا، بس فاضل لنا التطبيق. انا عندي هنا برنامج، اول مشكله عايزك تعمل برنامج يقرا اري، ماشي، ان هو اقصد يدخل ياخد من اليوزر اري وبعدين يطبع الأري دي decreasing order، يعني بترتيب تنازلي، تمام؟ فاهمين الكود عايز ايه؟ شباب قد عنده افكار بقى؟ تمام. معلش ممكن تقولي الكود ده عايز ايه تاني؟ عايزك تاخد input array من الـ user، ماشي، تدخل array من اليوزر وتاخد الاري دي وتطبعها، بس يعني ترتبها ترتيب تنازلي، تمام؟ فاهم هي عايزه ايه؟ تمام. دي يعني استخدم فيها ريبيرس. طب بصوا ما حدش يقول حاجه، يعني كل واحد يفكر مع نفسه. انا هوقف الشير سكرين وهكتب الكود، وانتوا دقيقه تفكير كده مع نفسكم علشان يعني ما نبقاش كل حاجه قلناها احنا بنفسنا. ممكن حد كده يحاول على ورقة أو على فيجوال استوديو قدامه يجرب الكود، لو حد فاتح يعني. دقيقة كده وهفتح الشير سكرين تاني. هي الأري اللي المستخدم حدها لنا دي أري 2 دي لي، صح؟ لا أري عادية 1 دي. افتح شير سكرين ولا لسه عايزين فرصة؟ حد قال حاجة يكتب معايا الكود كده؟ لا فرصة
ممكن فرصة شوية بس دي. طيب ماشي، بس يعني بسرعة شوية يعني عشان الوقت بدأ يزنق علينا. ها مش لازم تكتبوا الكود كامل يعني، هي مش مسألة كود، أنا عايزة بس كده فكرتوا في إيه. تحياتي لمن تنادي يا شباب. هو أنا عايزة أقول حاجة، أخليها تقول يا شباب ولا عايزين فرصة دقيقة كمان؟ أنت هتقولي الفكرة؟ يعني معرفش صح ولا لا، بس يعني في حاجة في دماغي. قوليها. ان انا اعمل سورت وكامل الريفرس. طيب هي بالظبط كده بالبساطة دي. في حد حرقنا عليه حاجة كان نفسه يعملها؟ انا كنت هي هي انا كتبت دي يعني، هو انا كتبت الانت دخلته وبعد كده عملت سي ان للاري وبعد كده عملت سورت وبعد كده ريفرس بس. تمام هو ده بالظبط. حلو جدا حلو جدا حلو جدا، كويس انك شغال معايا. عامه يعني انا ما كنتش بس يعني طالبه الكود، انا بس عايزه تبقوا بس كده فايقين ومركزين معايا. الناس بقى اللي اتكلمت دي وشاركت انا عايزه اسمائها عشان ما اعرفش عشان ايه. الصراحه انا ما بعملش حاجه غير ان انا اشرح بس، يعني نشوف حاجه نعملها كده. والعزاء للناس اللي نايمه دي، عايزين بومص. تمام بس ماشي يا ستي، نشوف كده يعملوا البي ايه. ما اعرفش انا هدي لكم اسماء يعني، هدي لهم اسماء وهم يعملوا اي حاجه. طيب انا هعمل شير سكرين كده للكود ثانيه. طب انا عندي فكره من غير فانكشن دي. قول. انا ممكن اعمل قيمه على انها اصغر قيمه مثلا واعرفها باول عنصر في الاري. تمام. وامشي فور لوب على كل العناصر، ولو العنصر ده امشي على كل عنصر من العنصر الثاني، لو هو اصغر من العنصر الاولاني ابدلهم، اعمل فانكشن سواب هتبدل لي بين الاثنين وافضل ماشي كده لغايه العنصر. يعني هتعمل سورت بايدك، هتعمل سورت بايدك من غير فانكشن. ايوه تمام. انا كنت هعمل نفس الطريقه دي بس لقيتها هتخش بقى في اف وفور وفي حاجات كتير يعني، فالكود هيطول مني. لا لا عادي يعني، دي طريقه ودي طريقه. السورت اللي بايدك ده ليه طرق كتير يعني، لو حد منكم عارف قبل كده معلومات عن الخوارزميات او درس اي خوارزميات هيبقى عارف يعني ان في بابل سورت، في انواع سورت كتير يعني، ممكن تعرفها بعد كده. كل دي طرق كويسه وممتازه عادي. وهنا بس يعني انا كنت الصراحه دي الطريقه اللي في دماغي عشان بس نطبق على الفانكشنز اللي خدناها. هو الشير سكرين ظاهر كده؟ تمام ظاهر. تمام. عامه الكود بتاعنا تمام. طيب البروبلم دي بقى هو عايزك تاخد من اليوزر 3 يعني الاري تبقى 3 في 3 يعني 3 في 3. تمام. الاري دي قيمة العناصر فيها تبقى اما ب 0 او 1. تمام. وبعد كده انت هتطبع اكس او بورد، عارفين الاكس او صح؟ هي بتبقى 3 في 3، عايزك تطبعها و يعني بالاري اللي انت خدتها من اليوزر دي، مكان الزيرو تطبع او ومكان الواحد تطبع اكس. يعني انت بس هو اليوزر هيدخل لك فين تحط اكس وفين تحط او بس بزيرو وون، وانت هتمثلها باكس و او. فل. هي ما فيهاش اي فكره، هي فيها بس كده اف ولفه على الاري. حد عايز يجرب يعملها؟ اسيب لكم وقت لو عايزين. هو انا ألو. هعرف منين المستخدم عايز الاكس فين والاو فين؟ ما انا قلت لك هو المستخدم يعني انت لما هتيجي بعد ما تعمل كود هتستقبل منه array اصلا. هو انت هتاخد من المستخدم array، الاري دي بتاع العناصر بتاعتها اما 0 او 1 هو اصلا هيدخلها لك. فلو لقيت مثلا اول عنصر في الزاويه خالص كده اللي هو الاندكس 0 0 بصفر، ده معناه انت هتحط او في المكان ده. لو لقيتها بواحد هتحط اكس، هتطبع اكس في المكان ده. فاهم حاجه؟ سهله.
يعني هي بس تطبيق على 2D. يعني احنا هنعملها ب F وهنقول لو السي ان ب 0 فالسي اوت يبقى ب O والعكس، صح ولا ايه؟ بالظبط كده، ما فيهاش اي فكره غير انتوا بس تطبقوا بيتكم، يعني انتوا تعملوا سي ان للاري وبعد كده تعملوا اف كده تلوبوا على الاري اللي هي اللي خدناها من اليوزر دي، تعملوا لوب على الاري وبعد وكل لوب يعني كل عنصر بتعملوا اكسس عليه تشوفوا لو هو زيرو تطبعوا او لو هو واحد تطبعوا اكس، والكود اهو نشوفه بس في الكومبايلر نجربه ونعمل له تحت عشان ما تكتبوش تاني. راح ما علينا، مش هنشوفه في الكومبايلر عشان مش هكتبه الصراحة دلوقتي خلاص. يعني هو الكود اهو هتقوموا، وانا هبعت لكم الماتيريال دي وجربوه بنفسه. هو ما فيهوش حاجة صح، هو مفهوم يعني لو بصيتوا عليه دلوقتي هتفهموا. هو هنا اهو بيعمل سي ان للاري دي وبعد كده لو لقى ان الاري العنصر بزيرو بيطبع او لو لقى ان العنصر بواحد بيطبع اكس، بس كده. ثانك يو. حد عنده اسئله بقى؟ حد عنده اي حاجه؟ حد نفسه يقول حاجه؟ حد كان في حاجه واقعه منه؟ يا شباب طب يعني عبروني، ما تبقوش باين قوي ان انتوا كنتوا نايمين قوي كده. قبل بس ده فانكشنز اكلم ولا هو يكلم؟ ما اعرفش، اتفقوا انتوا؟ اتفضل. تمام. هو قبل ما تبدأ الفانكشنز كان في سلايد كده فيها كنت انتي عامله السايز للاري 5 ومدخله بس 4 elements. هو انتي حاضره من الاول هي دي؟ هو انا كنت حاضره بس هو النت فصل كده 5 دقايق فدي وقعت مني، معلش. بصي هو انا مش هينفع الصراحه اشرح الحته دي تاني لان هي اصلا يعني السلايدز اللي قبلها كلها دي مبنيه على الحته دي، فانتي بس معلش استاذنك تحضري الريكورد لان هي الصراحه هتبقى محتاجه مني ان انا اشرح ربع ساعه كده او 10 دقايق، وفي لسه جزء تاني من السيشن زميلتي هتشرح. خلاص تمام، هشوف انا اليوتيوب. لا شوفي السيشن هي هتنزل. صح انتي بتقولي هشوفها يوتيوب، ماشي انا ناسي انها بتنزل يوتيوب. تمام ماشي. حد تاني عايز يقول حاجه يا شباب؟ في حاجه مش مفهومه؟ طب صحيين. طيب ماشي مية مية، الله ينور عليك. خلصت؟ ماشي. شكرا يا تمام. تمام أنا كده خلصت خلاص. في الشير سكرين. شكرا يا شباب وشكرا للناس اللي شاركت دي. هو ظاهر بس مش الباوربوينت، ظاهر التيمز ما ظهرش كده لسه. لا برضه لسه. طيب لحظه معلش. كده تمام صح؟ كده تمام. تمام ماشي. هنتكلم النهارده يعني في سيشن ان شاء الله عن السترينجز. اكيد انتوا السيشن اللي فات سمعتوا بس عن السترينج كداتا تايب، ان هي بس يعني ايه مكان بس مجرد ان انا بخزن فيه نص معين. بس النهارده المفروض ان احنا هنتكلم عنه بديتيلز اكتر. هنتكلم ايه هو السترينجز، ايه الفانكشنز اللي ممكن استعملها مع السترينجز. وان شاء الله يعني لو الوقت كان كويس معانا هنحل كده حاجه بسيطه خالص في الاخر يعني. فأتمنى تركزوا يعني وما تفصلوش مني كده يعني. لو حد عنده أي مشكلة في أي وقت يوقفني مش مشكلة يعني. تمام. طيب أول حاجة هتكلم عنها في السترينجز، هتكلم عن حاجة مقدمة كده، حاجة اسمها الأسكي كود. حد عنده أي فكرة أو سمع عن الأسكي كود؟ اللي هو جدول الأرقام اللي بنرمز مثلا من 65 لمش فاكرة كام الحروف الكابيتال، بعد كده الحروف السمول، وبرضو بترمز من 0 لـ 9 لها برضو أرقام. تمام مظبوط، هو حاجة شبه كده. هو الأسكي كود ده عبارة عن جدول الناس اتفقت عليه إن هم يرمزوا لـ 128 كاركتر بأرقام، مجرد أرقام بس. طب ليه بنعمل كده؟ لأن الكمبيوتر ما بيفهمش غير الأصفار والوحيد، فإحنا اتفقنا إن إحنا على أرقام معينة لكل كاركتر هتبقى عبارة عن أصفار وحيد بحيث الكمبيوتر يقدر يتعامل معها.
فلو جينا نشوف هنا فهو بيقول ان الاسكي كود ده يعني اختصاره American Standard Code for Information Interchange، مش مشكله يعني مش لازم تعرفوها. وبيقول ان هو بيعمل ايه، زي ما انا قلت بيعمل انكودنج ل 128 كاركتر في 7 بت انتجرز. فهو بيعمل ايه يعني، كل كاركتر يعني بيعمله ريفير في 7 بت، في رقم 7 بت. الرقم ده بيبقى طبعا يا اما 0 يا اما 1 باينري يعني، زي ما قلنا عشان الكمبيوتر يقدر يفهمه ويتعامل معاه وكده. هو ممكن يكون في زي ما انت قلتي، ممكن يكون في من 0 ل 9 ارقام، الابر واللور كيس، كابيتال وسمول، من A ل Z، واي كاركترز ثانيه سبيشال كاركترز. زي ايه سبيشال كاركترز؟ زي مثلا علامه الاستفهام، الداش، الباك سلاش، وهكذا يعني. فدول يعني 128 كاركترز من كل يعني بيضموا كل الحاجات دي. تمام. طيب طبعا برضو عشان نكون فاهمين، الابر واللور كيسز يعني بيختلفوا عن بعض. يعني الاي سمول الاسكي كود بتاعها مختلف عن الاي كابيتال، دي حاجه ودي حاجه تانية هنشوف الوقت يعني. فزي ما قلنا هي طريقه ان احنا نعمل اكسبريس لاي كاركتر بطريقه بس رقميه من صفر لواحد بس. طيب تعالوا نشوف كده. في السلايد دي بنقول ان الاي كابيتال بنرمز لها بالكود الباينري اللي شايفينه قدامكم ده، اللي هو لو جينا نحوله للديسيمال هيبقى 65. تمام. طيب علامه الاستفهام بنحولها للباينري ازاي؟ هي ده الكود بتاعها كباينري. طبعا يا جماعه انتوا مش مطالبين تحفظوا الكلام ده خالص، احنا لو هتحتاجوا ترجعوا لاي حاجه زي دي بترجعوا تعملوا بس تشيك على التيبل تشوفوا لو انتوا محتاجين حاجه، لكن طبعا الكلام ده مش حفظ، احنا بس بنعرفكم يعني ازاي الاسكي كود بيتعامل مع الكاركترز والكلام ده يعني. تمام. طيب علامه الاستفهام بتبقى ايه؟ ده الكود بتاعها بالباينري، بتبقى يعني بتقارب 63 في الديسيمال. طيب والال سمول زي ما احنا قلنا الال سمول مش زي الال كابيتال، فالال سمول هتبقى 97 في الديسيمال. لو خدنا بالنا ان ما بين كل حرف كابيتال وحرف سمول في فرق بينهم 32 رقم، يعني الاي كابيتال 65 طب الاي سمول 97، فرق بينهم كام؟ 32. طب البي كابيتال والسمول هيبقى نفس الموضوع، هيبقى 66 و98. فدايما الفرق ما بين اي حرف كابيتال والكورسبوندنج السمول بتاعه هيبقى 32 رقم. تمام. حد مش فاهم حاجه او متلخبط او كده؟ ماشي هفترض ان تمام. ده عندي الاسكي تيبل، ما حدش اتخض يعني من شكله، الموضوع بسيط خالص يعني. انا مثلا عندي هنا الكاركتر، لحظه واحده ماشي، انا عندي هنا مثلا الكاركتر اهو اللي هو هنا او صف التشارت ده، مثلا عندي هنا مثلا علامه التعجب، عندي تحت اقواس، عندي الارقام اهي من 0 ل 9 تحت. تمام. عندي الناحيه الثانيه الحروف الكابيتال. طيب فين الاسكي كود بتاعها؟ هو الديسيمال اهو هنا. تمام. اللي هو خانه الديسيمال دي، فلو خدنا بالنا الايه هنا قصادها الديسيمال بتاعها 65. تمام. تعالوا نشوف هنا مثلا في الجدول في اليمين عشان لو الصوره معلقه يعني. تمام. فمثلا حرف الاي سمول قدامه الديسيمال بتاعه كام؟ 101. فممكن تكونوا دلوقتي مش شايفين دي حاجه انا هتستفاد منها في ايه، بس في بعض المسائل ممكن تحتاجوا ترجعوا تتشيكوا على ارقام ايه الاسكي كود بتاعها بيعبر عن ايه كده يعني. تمام. فهي حاجه هتحتاجوها فيما بعد يعني. بس ده بالنسبه للاسكي كود. تاني حاجة أتكلم عنها هي زميلتي حنين اتكلمت عنها قبل كده، وأنا فعلا مش هطول فيها يعني، بس عشان لو حد لسه داخل بس، فيعني هي مقدمة بس للسترينج مش أكتر يعني. الأري أوف كاركترز. تمام. إيه هو الأري أوف كاركترز؟ هو من اسمه كده هو أري جواه كاركترز، بس هو الموضوع يعني مش حاجة أكتر من كده. فكرة الأري أوف كاركترز إن هو عبارة عن أري أنا بخزن فيه مجموعة كاركترز ورا بعضها، ممكن يكون عشان أكون كلمة أو جملة أو أيا كان يعني. فزي ما أنا قايلة كده إن هو داتا ستراكشر بعمل فيها ستورينج لسيكونس أوف كاركترز، كذا كاركتر جنب بعض وبخزنهم في الاري ده. وبيقول لي كمان هنا ان الكاركترز دي بخزنها في اماكن في الميموري جنب بعضها، يعني كل حرف جنب التاني، وبقدر ان انا اكسس اي حرف عن طريق الاندكس. ده برضو ده اللي زميلتي حنين شرحته قبل كده، ان انا سواء الاري اوف كاركترز او حتى لو الاري اوف انتجرز جواه ارقام، انا عشان اكسس اي حاجه فيه فبشتغل على طول كل شغلي بالاندكس. تمام. ف دي فكره الاري اوف كاركترز. طيب الاري اوف كاركترز هي ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ يعني هي ليها سايز محدد، انا ما اقدرش طول ما انا شغاله في البرنامج ما اقدرش ان انا ازود عليها مثلا حرف او اشيل حرف او اغير فيها، لا هي انا عرفتها في الاول ودخلت لها قيم وخلاص، ما اقدرش ان انا اغير فيها تاني على مدار الكود. تمام. ونقدر ان احنا عادي نمشي فول لوب عشان ايه ناكسس اي ايتم احنا عايزينه عن طريق الاندكس زي ما قلنا. فلو جينا نشوف الاكزامبل تحت، عندي هنا مثلا اري اوف كاركترز حطيت فيه سي و او ودي و اي اللي هي كلمه كود يعني، وبعد كده حطينا في اخر حاجه باك سلاش زيرو. ليه حطيت باك سلاش زيرو؟ برده زي ما انت شرحت ان باك سلاش زيرو دي عشان تعرف الكومبايلر ان انا كده خلصت خلاص، يعني انا كده داخل الاري بتاعي. لو جينا نحاول نطبع الاري من غير ما نكون حاطين جواه الباك سلاش زيرو، هو هيطبع الكلمه بس هيطبع جنبها كده كاركتر غريب كده، لان يعني هو مش فاهم دي نهايه الاري. لكن لو انا جيت اخزن هنا الباك سلاش زيرو هيفهم ان انا كده خلاص ده نهايه الاري بتاعتي، وهيطبع كلمه كود او الحروف يعني عموما اي كانت الحروف اللي جوه من غير اي حاجه ثانيه جنبها.
فبس مش بيطبع باك سلاش زيرو، لا هي بس مجرد انها بتعرف الكومبايلر ان انا كده خلاص خلصت. فهنا عندي السي ده الاندكس 0 والاو 1 والدي اي والدي سوري 2 والاي 3، والباك سلاش 0 دي اخر اندكس، بس زي ما قلنا مش بيطبع، هو بيعرف بس الايه الكومبايلر ان انا خلصت. فده بالنسبه للاريف كاركترز. طب ده هنحتاجه في ايه؟ هنعرف دلوقتي، هنحتاجه في ان احنا نبدا نعرف السترينج، لان اصلا تعريف السترينج جاي من جزئيه الاريف كاركترز. يعني السترينج ده ايه؟ السترينج ده ما هو اصلا الا اريف كاركترز. طب ليه عملنا السترينج طالما هو نفس الحاجه؟ يعني ايه الجديد يعني اللي زودناه؟ اللي زودناه هي رابع نقطه احنا كاتبينها هنا، ان هو ملوش فيكس سايز. ليه؟ لان هو دايناميكلي الوكيتد. يعني ايه؟ يعني انا قلت ان انا في الاريف كاركترز ما اقدرش ان انا امسح حاجه او ان انا اضيف حاجه طول ما انا شغاله في البروجرام، لا انا محكومه بالسايز اللي انا اديته للاري وبالعناصر اللي اديتها في الاول، ما اقدرش اغير فيها. السترينج مش كده، السترينج عادي بنلعب فيه طول البروجرام، نزود عليه حاجه، نشيل منه حاجه، نضيف عناصر في النص، في الاول، في الاخر، نمسح، ناخد منه جزء نطلعه. ونعرف دلوقتي بنعمل كل ده ازاي، فدي مثل السترينج. عشان كده يعني لما نيجي نتعامل مع النصوص وكده فبنتعامل مع السترينج يعني. بس فانا مش كاتبه هنا حاجه يعني اكتر من اللي انتوا عارفينها، ان هو السترينج ده ممكن يكون جواه letters او numbers او symbols اي حاجه، او حتى spaces، فحروف، ارقام، رموز، اي حاجه. تمام، وهنشوف برده دلوقتي ده ازاي. واهم حاجه برده ان لما اجي اعرف string لازم الكلمه اللي انا هعرفها او الجمله او ايا كان النص اللي انا هستخدمه يكون محطوط ما بين quotation marks. لو انا وده في اي لغه برمجه عموما، يعني مش C++ بس، لو انا كتبت الكلمه من غير quotation mark فطبعا هيطلع لي errors، مش هقدر ان هو يتعرف عليها ان ده string. عشان يقدر يتعرف ان ده سترينج فلازم احطه ما بين كوتيشنز مارك. تمام، طيب في طبعا في فانكشنز كتير هنستعملها مع السترينج. اقدر اضيف مثلا حروف او امسح حروف، فدي هنعرفها يعني قريب على طول دلوقتي ان شاء الله يعني. تمام، انا دلوقتي عندي هنا عندي مثالين. تمام، عندي تو سترينجز، عندي اس 1 وعندي اس 2. طيب اس 1 ده ايه؟ اس 1 ده انا خزنت فيه كلمه بروجرامنج عادي، ما عملتش حاجه، كلمه بروجرامنج خزنتها جوه سترينج. طيب S2 دي عملت فيه ايه برضو؟ عادي كتبت CS22 وبعدين باك سلاش. يعني انا بس هنا كنت بوريكم بس ان احنا ممكن نحط حروف، ارقام، باك سلاش زي اللي هي سيمبلز، يعني الحرف ممكن يكون كابيتال او سمول عادي كده. فدي طريقه استعمال السترينجز، ودي القيم اللي احنا بنسمح ان احنا ندخلها جوه السترينج. تمام، طيب دلوقتي يا جماعه في حد مش فاهم او انا سريعه مثلا او كده، ولا الدنيا مفهومه تمام؟ حد يقول طيب اي حاجه؟ تمام ماشي. طيب ازاي اخد السترينج كانبوت؟ احنا عارفين ان احنا مثلا لحظه واحده كده، بصوا لما انا مثلا كنت باخد، كان عندي مثلا متغير مثلا اكس، عشان لو الصوره، لو عندي اكس كنت باخده ازاي؟ يعني مجرد نمبر كنت باخده سي ان، سوري سي ان اكس، صح؟ عادي، وبدخل الرقم اللي انا عايزاه. طيب في السترينجز بعمل ايه؟ في السترينج انا برضو بعمل نفس الحاجه عادي، انا ممكن اعرف اهو عادي string is واخده برضو بنفس طريقه السي ان، بس ده في حاله واحده بس. الحاله الوحيده اللي انا اقدر اخد فيها السترينج بطريقه السي ان على طول زي الارقام زي اي داتا تايب ثانيه، ان تكون السترينج اللي هاخده ده عباره عن كلمه واحده بس، مش جمله مثلا في ما بينها spaces، لا كلمه واحده، water، apple، اسمك، اي حاجه. تمام، ففي الحاله دي هستعمل السي ان عشان اقدر اخد السترينج ده. طيب فرضا بقى انا عندي جمله مثلا، يعني مثلا عندي بقى جمله هالو مثلا ماي نيم از كذا، تمام، فدي جمله، الجمله مكونه من كذا كلمه وكل كلمه يفصل بينها سبيسز. لو انا استعملت سي ان اس ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا نفرض مثلا الجمله مثلا ايه، هالو مثلا ماي نيم از اي حاجه. تمام، اللي هيحصل ان لما انا اجي ادخل دي مع السي ان هيقرا بس اول كلمه يعني لحد قبل اول سبيس. اول سبيس عندي فين؟ قبل كلمه ماي. تمام، فانا لو خدت سي ان بالطريقه دي هياخد هالو بعدها كوما وخلاص، مش هيقرا الباقي، يعني هيجنوريت خالص وهيعتبره اصلا مش موجود. طيب اعمل ايه في المشكله دي؟ انا كاتبه هنا في السلايد، بستعمل هنا الطريقه دي. لو السترنج عندي فيه كذا كلمه مكونين جمله معينه، فانا بعرف السترنج اس، وبعد كده باخد جيت لاين من اسمه، حتى انا باخد لاين كامل. تمام، باخده ازاي؟ الطريقه دي، ده السنتكس بتاعها. ما تشغلوش بالكم لو انتم مش فاهمينه يعني عادي، بس يعني هو دي الطريقه اللي بقدر اخد بيها اللاين كامل مليان كذا كلمه. سي ان عادي اللي احنا متعودين عليها، ونفس العلامات الرايت شيفت اللي احنا عارفينها برده، دبليو اس، وبعد كده اعمل كوما وبكتب اسم السترنج اللي انا هاخده بس. فبالتالي اقدر اتعامل عادي بقى مع اي جمله مهما كانت عدد كلماتها. فركزوا في النقطه دي كويس قوي قوي، عشان هي بتلخبط كتير قوي بيستعملوا سي ان وبيكون السترنج مكون من اكتر من كلمه. فالجزئيه دي لحد ما يعني مهمه يعني. تمام، كله معايا؟ تمام، حد فاهم؟ حد مش فاهم حاجه او متلخبط؟ عشان اللي جاي بقى يعني ده اهم جزء في السيشن يعني، فلو في اي مشكله او حاجه وقعت فحد يوقفني يعني.
كله تمام. تمام ماشي. طيب دلوقتي احنا هنتكلم، ماشي، هنتكلم عن الفانكشنز، هنتكلم عن الفانكشنز بتاعت السترينجز. وطبعا زي ما احنا زي ما انا كنت بدي اتكلم عن سم بس سترينجز فانكشنز، لان الفانكشنز بتاعت السترينجز كتيره جدا كتيره جدا جدا، يعني انا يعني عمري اصلا ما كفي سيشن عشان اعرف اشرحها، وانا نفسي مش عارفهم كلهم طبعا. يعني احنا بس بنبقى عارفين كده كام حاجه، غالبا غالبا بنسبه مثلا 95% مش بحتاج حاجه براهم. يعني الحاجات التانية برضو ممكن نعرفهم بس من باب العلم بالشيء، ان انا ازاي ممكن اتعامل مع السترينجز. بس غالبا يعني اللي انا هعرضه لكم النهارده غالبا مش هتحتاجوا حاجه تانية غير، انا عن نفسي ما احتاجتش حاجه تانية غيرهم يعني طول ما انا كنت شغاله على مدار يعني السنه اللي فاتت وكده. وحاجه تانية، هم ممكن يكونوا كتير شويه بس هم مش صعبين، وهو عادي جدا عادي جدا انتوا في الاول ممكن تحسوا ان انتوا ناسينهم او متخبطين، اكيد تحلوا هتضطروا كل مره بتيجوا تحلوا ترجعوا للباوربوينت او البي دي اف تبصوا على الفانكشن وتفتكر كانت بتعمل ايه، كنت بستعملها ازاي. ده عادي جدا، انا قعدت مثلا يمكن شهرين بفضل راحه جايه على يعني على الفانكشن عشان افتكر، فده عادي وطبيعي يعني. فما بقاش بقى دلوقتي تمسكوا مثلا البي دي اف وتحفظوا الفانكشن، الموضوع مش كده، هو بالتدريب وبالحل الموضوع هيبقى بسيط يعني ان شاء الله. فهبدا عشان ما اطولش عليكم يعني، فنبدا بسم الله. ماشي، اول حاجه عندي دلوقتي احنا مبدئيا هنطبق كل فانكشن يعني مش هعرضهم بس يعني. اول حاجه عندي الفانكشن بتاعت is size او is dot length. ثانيه بقى نفتح بس الكومبايلر. طيب هو كده معلق ولا باين ولا تمام كده؟ تمام. طيب ماشي. انا عارفه ان الصوره بتتاخر غالبا يعني، فحاول استنى كده كام ثانيه بعد ما ارن الكود او حاجه عشان الموضوع يعني يبقى واضح بالنسبه لكم. يعني اول حاجه عندي زي ما قلنا الاس دوت سايز او الاس دوت لينث، من اسمها كده انا برجع سايز السترينج، يعني بشوف بس السترينج فيه كام حرف بس. فانا مثلا عندي هنا في الكود بتاعي كتبت سترينج اس بيساوي ابل، عايزه اعرف السايز بتاعه كام. هو سواء استعملنا فانكشن السايز او استعملنا فانكشن اللينث، الاثنين هيرجعوا لي نفس القيمه يعني، انا بس بديكم اكتر من اوبشن. بس احنا في الغالب بنستعمل السايز، يعني اللينث دي غالبا مش بنستعملها خالص، بس هي عادي مش غلط يعني، بس احنا دايما المتداول السايز يعني. فتعالوا نرن الكود كده، المفروض طبعا يطلع 5. ف اهو طلع معايا اول واحده في السايز 5، وبرده كذلك اللينث ب5. فدي اول فانكشن عندي، ما اظنش فيها مشكله، هي بتحسب بتعد بس عدد الحروف. وعلى فكره فرضا لو مثلا السترينج ده جمله، يعني جمله وفاصل ما بينها مثلا سبيسز ما بين الكلمات، بتحسب السبيس ده كحرف. تمام ماشي. ماشي، تعالوا نشوف بعد كده. بعد كده انا عندي تاني حاجه الاس دوت فرونت او الاس اوف الزيرو، دي بتعمل ايه؟ سواء كده برضو او كده، الاثنين بيرجعوا اول كاركتر عندي في السترينج، اول حرف يعني. بس برضه ممكن استعمل بالفرونت او استعمل اس اوف الزيرو، الاثنين عادي نفس الحاجه بالظبط مش مشكله. بس برضه في الغالب بنأكسس دايما بالاندكسز، فبنستعمل اس اوف الزيرو في الغالب يعني. بس برضه اس اوف فرونت صح وعادي، ممكن نحتاجها في بعض الاوقات يعني مش مشكله. فانا برضه لو عندي هنا نفس السترنج اللي هو ابل، وجيت اطبع اس اوف الزيرو، فطبيعي هيطبع لي اول حرف، وكذلك الاس اوف فرونت برضه هيطبع لي اول حرف اللي هو حرف الاي. تعالوا نرن كده، فظهر لي هو فعلا حرف الاي. تمام، الصورة واضحة يا شباب صح؟ يعني ما بتتأخر قوي ولا يعني فاهمين؟ لا تمام حلو. كده بالنسبة للإس أوف الزيرو. طب عكسها بقى إيه؟ عكس الإس أوف الزيرو والإس دوت فرونت، الإس دوت باك والإس أوف الإس دوت سايز ماينس 1. طيب هنفهمكم بيعملوا إيه؟ هما نفس الحاجة بالظبط، هما بس بدل ما بيجيبوا أول كاركتر إحنا بنجيب آخر واحد بس، آخر كاركتر في السترينج. طيب مثلا لو جينا هنا نشوف نفس الكلمة برضو عندي، وجيت اكسس الاس اوف از سايز ماينس 1، يعني انا كده بقول له هات لي اخر حرف في السترنج ده. طيب ممكن حد يكون مش مستوعب قوي ليه اس اوف از سايز ماينس 1، ليه بيبقى ماينس 1، ليه مش الاس يعني ليه مش از سايز على طول. يعني لو حد مش مجمع يعني، فهي هنا كلمة ابل دي مثلا 5 حروف تمام، والسايز كان 5، فممكن حد يقول خلاص يبقى اجيب اخر حرف على طول، ان انا يعني اروح على الاس اوف سايز واجيبه على طول. لا ما تنسوش ان احنا بنعد من اول الزيرو، فانا عندي الاندكس بتاع الاي دي اللي هو اخر حرف 4 مش 5، عشان كده عشان اكسس اخر عنصر فبقى ماينس من السايز 1 اللي هو كان ب5 فبخليه 4، فبالتالي بطبع معايا ايه حرف الاي في الاخر. تمام، فمحدش يعني يقول ان عشان اخر عنصر فيتسرع يعني ويقول انها اس اوف از سايز على طول، لا لازم ماينس 1 عشان اراعي ان انا بعد من اول الزيرو وانا بشتغل يعني. والاس دوت باك يعني ما فيش فيها حاجه برده، بيطبع لي اخر حرف اللي هو الاي. تعالوا نرن ونشوف، هي فعلا طبعت معايا هو الاي في المرتين، يعني الاثنين بيأدوا نفس الحاجه. طيب تعالوا نشوف بعد كده، عندنا الاس دوت ات، وبدخلها اندكس او اس اوف اندكس ماين.
دي بتعمل ايه؟ دي بترجع لي الكاركتر الموجود في الاندكس. يعني مجرد بدخل بس اندكس هو بيقول لي مثلا انا عندي ايه في السترينج ده، ايه قصاده موجود في الاندكس ده. يعني تعالوا هنا مثلا، وبرده الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه بالظبط، بس احنا مش بنستعمل اد دي خالص بصراحه. يعني احنا دايما عشان ناكسس بناكسس بالاندكس على طول، اس اوف 2 اس اوف 3 اس اوف اي اي حاجه، لكن اد دي بصراحه مش بستعملها خالص. بس يعني بنقول برده يعني تمام. طيب حد مثلا ممكن يقول لي هنا مثلا الاس اوف 2 دي هتطلع كام، والاس دوت اد 3 برده تطلع كام؟ ممكن حد يرد او يقول لي اي حاجه. الاس اوف 2 هتطلع بي، والثانيه هتطلع بي برده. لا هي الاولى هتطلع بي اه 3 بقى هتطلع. لا هتطلع ال 3 هتطلع ال، اسف انا عديت غلط، هتبقى 0 1 2 3 ال بي وال. تمام، فما خدوا بالكم بقى ان احنا تاني بنعد من الصفر عشان الموضوع ما يكونش لخبطه. الاس اوف 2 دي يعني انا عدى 0 1 2 هلاقيني وقفت عند البي الثانيه. طيب ال 3 دي هتطلع كام؟ هتطلع ال اللي هو 3. تمام، لو جينا نرن هنا المفروض يطلع لنا بي وال، وفعلا طلع تحت هنا اهو بي وال يعني. ماشي تمام. هو مفضل ان احنا نستخدم اللي هو الاقواس المربعه دي ونكتب الرقم على طول، ولا لازم، ولا مفضل ان احنا نستخدم ات ونكتب الرقم؟ لا تكتب الاندكس على طول، يعني سكوير براكتس وجواها الاندكس على طول. احنا مش بنستعمل ات دي بصراحه خالص يعني، بس احنا بنقولها بس كده باب العلم بالشيء. لكن اس وبعد كده اندكس الرقم دي الطريقه نتعامل معاها على طول عشان ناكسس اي عنصر في الاندكس يعني. تمام، هي الطريقه دي شغاله على السترينج بس، ما ينفعش انتجر يعني لو عندي، قصدك لو عندي رقم وعامل مثلا رقم اوف 2 او 3 فيجيب لي ثاني او ثالث رقم؟ لا مش هينفع اشتغل معاك الا لو حطيت الرقم ده جوه سترينج. يعني مثلا لو انا عندي هنا السترينج كان مثلا 3 4 2 وعملت اس اوف 2 هيرجع لي رقم 2، لكن لو هو من نوع انتجر وجيت تحاول تاكسس عليه بالطريقه دي لا هيطلع معاك ايرور. يعني مش دي الطريقه اللي بتعمل مع الانتجرز يعني. ماشي، معلش لحظة واحدة. ماشي، نيجي بعد كده، استنوا نقرا هنا أول عشان بس متلخبطوش. طيب أنا عندي هنا أول اتنين functions في السلايد دي يعتبر بيعملوا نفس الحاجة، فأنا هشرحهم أول وبعد كده نطبق يعني على الاتنين مرة واحدة. طيب بيعملوا إيه الاتنين؟ وظيفتهم واحدة، إن أنا بعرف string تمام وبديله سايز محدد في الاول. يعني مثلا انا اديت له مثلا سايز 5، انا عايز السترنج مكون من 5 حروف، وبديله كاركتر يملى السترنج كله. يعني لو انا مثلا قلت ان انا عايز سترنج يبقى كله حرف الاي ويبقى السايز بتاعه مثلا 10، يبقى انا هيطبع لي سترنج مكون من 10 حروف وكل حرف اي تمام. فسواء استعملت سترنج اس وعرفت يعني اسم السترنج وبعد كده دخلت له السايز بتاعه والكاركتر اللي انا عايزاه يملاه، او ان انا استعملت الطريقه الثانيه ان هي الاس اللي هو السترنج اللي انا معرفها دوت اساين وبديله برده سايز وبديله الكاركتر اللي انا عايزه املى بيه السترنج. طيب تعالوا نشوف الاثنين نفس الحاجه بالظبط. يعني انا هنا اهو قلت سترنج اس، هما بس يعني طريقه تطبيقهم مختلفه حاجه بسيطه قوي هنشوفها دلوقتي. دي الطريقه الاولى، ان انا عندي مثلا سترنج اس اديت له سايز 5 وعايزاه يبقى كله حرف السي تمام. تعالوا نطبع كده ونشوف. اهو طبع لي طبعا لي 5 سي جنب بعض، بس مفيش حاجه اكتر من كده يعني. طيب الطريقه الثانيه ان انا استعمل اساين. الاساين مثلا استعملها مضطره ان انا لازم اول اعرف اعرفه فوق بعد كده اديله اس اساين. فوق كنت على طول يعني وانا بعرفه بديله على طول السايز والكاركتر مفيش مشكله، لكن هنا بعرفه اول وبعد كده ابدا استعمل فانكشن الاساين. والاثنين برده نفس الحاجه مفيش مشكله يعني، اللي يريحك فيهم استعملها يعني. برده هنرن هيطبع برده نفس الحاجه اللي طبعها فوق، ان هما 5 سي جنب بعض تمام. ماشي، طيب بعد كده عندنا فانكشن اسمها ريسايز. يعني هنتكلم عنها بسرعه كده لان مش بستعملها كتير. الريسايز دي بتعمل ايه؟ لو انا مثلا عندي سترنج معين مكون مثلا من 5 حروف تمام، ولنفرض مثلا كلمه ابل اللي احنا شغالين عليها يعني معظم الوقت. لو انا مثلا قلت ان سترنج اس ده بيساوي ابل، بعد كده قلت ان انا عايز السترنج اس ده اعمل له ريسايز، من اسمه كده انا بغير السايز بتاعه. طب فرضا ان انا اديته مثلا، يعني هو اصلا السترنج اوريدي السايز بتاعه 5، فرضا ان انا مثلا قلت له ريسايز 2 ايه اللي هيحصل؟ يعني انا كده اديته فاليو اقل من الفاليو بتاعته الاصليه اللي هي 5، اديته 2، فهيقوم هيقص اول 2 بس، اول حرفين بس من الكلمه، اللي هو لو كلمه ابل مثلا وانا قلت ريسايز 2 فهياخد الاي والبي بس يطبعوا. طب ده في حاله لو انا عندي الان اقل من يعني دخلت له ان اقل من الان الاصليه،
طب لو فرض ان انا دخلت له مثلا ان كبيره شويه، دخلت له مثلا 6 7 8، مش هعمل حاجه، هو هيطبع على السترينج اللي هو مكون من 5 حروف بس ومش هيحط حاجه جنبه، يعني هو هيجيب السترينج كله مش هيلاقي حاجه اصلا اكتر من كده فهيطبع. طيب فرضا انا عايزه مثلا، يعني لو انا مثلا ايه طبعت السترينج بحجمه وعايزه كمان املى جنبه حروف تانية، هل ممكن اعمل ده؟ اه ممكن. تعالوا نشوف كده بريسايز بورد. اول حاجه مثلا تعالوا ندي الريسايز دي نديها مثلا 2 زي ما قلنا، تمام؟ فمتوقع زي ما قلت ان هي تطبع لي اول حرفين، هتيجي كده تمسك السترينج وهتمشي تاخد اول حرفين. طيب تعالوا نرن. تمام طبع لي هنا الاي والبي بس. طيب تعالوا نجرب مثلا نعمل از ريسايز 10 مع ان السترينج حجمه بس 5، بس تعالوا نجرب 10 نشوف هيحصل ايه. هو هيمشي وهيجي ياخد اول 10 حروف، هيلاقي ان هم خلاص كلهم اصلا بيخلصوا عند الخامس، فهيطبع الكلمه ابل مش هيطبع جنبها حاجه. طب فرضا بقى انا عايز ازود حاجات، ما انا معايا 10 يعني، او بمعنى اوضح معايا 5 زياده عن الخمسه الاصليين بتوع كلمه ابل، فممكن ممكن ازود حاجه، اه ازود بس الكاركتر جنبهم، يعني مثلا وليكن حرف الار. هيحصل ايه دلوقتي؟ هيحصل ان هو هيطبع لي 5 ار جنب بعض بعد كلمه ابل، اهو تحت هنا طبع لي ابل، وبعد كده لقى ان في لسه مساحه لان انا مديله سايز كبير فزودهم ايه بحرف الار. تمام ان شاء الله يكون مفهومه يعني. حد عنده مشكلة في أي function لحد دلوقتي يا شباب ولا تمام؟ عشان اللي جاي مهم يعني. طيب تمام. بصوا بقى ركزوا في دي شوية، ولو حد ما جمعش مش مشكلة عادي، يعني ممكن تلخبط شوية في الأول. أنا عندي 4 functions يعني هما بيبقوا package واحدة كده مع بعضها، ال begin وال or begin وال end وال or end. طيب نحاول أوصل لكم الصورة يعني، ولو ما وصلتش قوي مش مشكلة عادي، مع الوقت مع استعمالها تبدأوا تتفهموا يعني. دلوقتي أنا عندي مثلا، أنا كنت قايلة مثلا إيه إن أنا عندي، أو زميلتي حنين كانت شرحت إن أنا مثلا عندي الأري أوف كاركترز ده بيبقى ليه بداية وليه نهاية، وكنا بنقول إن إحنا مثلا نقدر عادي إن إحنا نأكسس مثلا على أول عنصر أو نأكسس على آخر عنصر، فدي مفيش منها مشكلة. طيب أنا عندي هنا برضو حاجة اسمها إيه بوينترز. بوينترز دي بتعمل إيه؟ دي اللي هم الأربعة اللي قدامي دول اسمهم pointers، دول مش بيشيروا على الفاليو الموجودة في السترينج. يعني مثلا لو أنا عندي string مثلا اللي هو apple، مش مثلا هقدر أنا أشاور على حرف من الحروف يطلع لي A أو P أو أي كان، لأ هو بيحمل جواه الأدرس ميموري، أو سوري الميموري أدرس بتاع الحرف ده. طيب إزاي برضو؟ تعالوا نقرأ كده وهنطبق برضو ونشوف. أنا عندي مثلا الاس دوت بيجن دي بتعمل إيه؟ دي بترجع لي pointer على أول character في السترينج، تمام؟ فهي مش بتحمل اول، يعني هي مثلا مش بتحمل فاليو، مش بتحمل قيمه، لا هي بتحمل ادرس، تمام؟ طيب لو جينا طب وعكسها مثلا، او مش او بلاش عكسها، ممكن نقول مثلا ايه ان انا ببدا مثلا من اول كاركتر مثلا في السترينج، لو في الغالب يعني لو عايز شغاله مثلا ان انا مثلا امسك السترينج كله يعني اعمل فيه مثلا عمليه معينه او كده، فببدا مثلا من البيجن اللي هو اول كاركتر وبنتهي عند الاند. طيب ايه هي الاند اللي هي ثالث واحده هنا؟ ممكن حد برضه يكون متخيل ان الاند دي هي اخر واحد، اكيد اخر كاركتر في السترينج، لا بس الاند دي بتشاور على ما بعد او العنصر اللي بعد اخر كاركتر، اللي هو زي ما كنا نقول كده مثلا في الاري اوف كاركترز اللي هي الباك سلاش زيرو لو فاكرينها، فهي حاجه شبه كده. هو السترينج برضه بياخد جزء، يعني بيعمل بلوك في الميموري بيتخزن فيه السترينج زي الاريز، فهي نفس الفكره. فطبيعي عندي بوينتر بيشاور مثلا على اول حرف، على اللي قبل اول حرف، على اللي بعد اخر حرف، على اخر حرف نفسه وهكذا. ممكن حد يكون شايف ايه لازمه الحاجات دي اصلا، بس لا بالعكس مهمه جدا، لان هي هتساعدني بعد كده وانا بكتب الفانكشنز اللي جايه في ان انا افهم او احدد الرينج اللي هشتغل عليه في السترينج ده، هبدا مثلا من بدايته ولا لحد نهايته ولا من بدايته لنصه ولا الحاجات دي. فالبوينترز هي بتساعدني في ان انا اعمل كده. ف برده عايز اقول لكم حاجه، لو احنا مثلا جينا نحاول نطبع الاس دوت بيجن، وانا قلت ان هو ايه يعني هو الاس دوت بيجن ده بوينتر على اول كاركتر، فما حدش يستنى ان هو يطبع اول كاركتر، لا هو مش هيطبع حاجه اصلا، ما ينفعش، لان هو بيحمل زي ما قلنا بيحمل ادرس مش فاليو، فمش هيطلع لي حاجه. طيب لو فرضا انا عايزه اطبع بالفعل اول قيمه، القيمه اللي هو شايلها بقى اللي هو الادرس بيشاور عليها، تعالوا كده بصوا. هحط قبلها الاسترك دي. الاسترك دي الطريقه اللي انا بقدر ان انا اشوف الفاليو اللي متخزنه اللي مشاور عليها البوينتر ده. لو انتم مش متخيلين قوي ايه ليه كده وليه بنعمل كده والحاجات دي، فمفيش مشكله يعني، بس هو ومش تحتاجوا انتم تستعملوا الاس دوت بيجن بالشكل ده لوحدها او ايا كان واحده فيهم، هستعملها جوه فانكشنز بطريقه اسهل، بس عشان تفهموا بس كل واحده بتشيل ليه. لو جينا مثلا نحاول نطبع، هي احنا قلنا الاس دوت بيجن دي بتشاور على اول واحد، والار بيجن دي اخر واحد اللي هو الاي، فالمفروض ان هو يطبع ايه وبعد كده ايه، اخر اثنين مش هيطبعوا حاجه. ليه؟ لان الاند دي قلنا انها بتشاور على ما بعد اخر عنصر، مفيش حاجه اصلا بعد اخر عنصر، والار اند دي بتشاور على اللي قبل اول عنصر، مفيش حاجه برده قبل اول عنصر. فلو جينا نطبع مثلا هنلاقي ان البيجن فعلا طبعت لي الاي، والار بيجن طبعت لي الاي، تمام؟ الاند والار اند فعلا ما طلعوش معايا حاجه.
على لو جينا مثلا تعالوا كده نجرب مثلا نشيل الاسترك دي ونطبع الزد بجد من غير الاسترك. بصوا هو اصلا اوريدي عمل لي خط احمر يعني، فهو طبعا يطلع لي ايرور يعني، فطبعا طلع لي ايرورز كتير يعني، فلازم احط الاسترك وانا عايز اعرف القيمه اللي جوه. بس انا مش هستعملها بالشكل ده، فما تشغلوش بالكم يعني. خليكم بس عارفين ان دي بوينترز بس بتحمل الادرس، ما بتحملش الفاليو، وهستعملها في فانكشنز جايه، ممكن الموضوع يوضح لكم اكتر يعني. فحد عنده سؤال فيهم؟ معلش، هو الاند والار اند في كل الحالات مش هيطلعوا حاجه بعد اخر عنصر، مفيش هيبقى اخر عنصر، مفيش حاجه هتبقى بعده. ما هو ده اللي انا كنت بقوله، ان انت حاليا مش هتحس باستخدامهم قوي، لكن دلوقتي في سلايس جاي هتفهم ليه يعني ازاي بنستعمل الاند والار اند بنوظفهم في المسائل يعني. تمام تمام ماشي. بعد كده عندنا هنا عندنا فانكشن اسمها فيل. دي بتعمل ايه؟ دي انا بديها بدايه وبديها نهايه، وبقول له من البدايه دي للنهايه دي حط لي او املا لي السترنج بالكاركتر ده. طيب تعال نشوف ازاي. انا مثلا عندي سترنج ابل اهو، تمام. هنا نستعمل بقى البيجن والاند والحاجات دي، بس انا مثلا استعملها بطريقه مثلا اسهل شويه في الاول. ماشي، انا دلوقتي عندي ابل وعايزه معناها استعمل معناها استعمل مع كلمه ابل دي، وعايز استعمل معاها مثلا ان هو يبقى سترنج كله حرف السي. فبعمل ايه؟ بقول ان انا هملى السترينج، هعمل له فيل من البيجن للاند. طب اللي احنا قلنا البيجن دي، قلنا البيجن دي بتشاور على اول عنصر. طب الاند، الاند مش اخر عنصر، الاند هو ما بعد اخر عنصر، عشان اضمن ان اخد السترينج بتاعي كامل فبمشي من البيجن للاند. تمام، فخدوا بالكم الحته دي يعني. طيب وبدي بعد كده الكاركتر اللي انا عايز املى بيه اللي هو مثلا حرف السي. فلو جينا نرن كده هنلاقي ان هو فعلا طلع لي 5 سي جنب بعض. طيب ممكن نلعب شويه في الموضوع ازاي. مثلا خلينا مثلا احنا نقول ان احنا عايزين مثلا الاثنين بي في كلمه ابل يبقوا سي. تمام، طيب هعملها ازاي؟ هقول مثلا ان انا دلوقتي انا عندي البيجن ده قلنا ان هو بيشاور على اول حاجه اللي هو حرف الاي، وانا عايز ابدا من حرف البي اللي هو ثاني واحد. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى بدايتي هتبقى البيجن بلس 1. تمام، يعني البيجن عندي بايه وانا عايز ابدا بالبي، فهزود بس واحد فيتحرك الاتريتور بتاعي، بدل ما هو واقف عند الاي هيروح يقف عند البي. تمام، طيب انا عايزه نهايتي تبقى عند البي الثانيه، يعني انا عايزه الاثنين بي دول يتحولوا لسي. تمام، فممكن حد مثلا يقول لي ان هي تبقى اس دوت بيجن بلس 2، ما انا عايز اقف عند البي. بس لا، انا لو عملت لها بلس 2 هيغير لي البي الاولانيه، بس انا بقف عند الحاجه بعد اللي انا عايز اقف عنها. زي ما انا خدت كده من بيجن للاند، احنا قلنا الاند ده بيشاور على ما بعد اخر عنصر مش اخر عنصر، فانا بقف عند ايه؟ ما بعد اللي انا عايز اقف عليه. يعني انا عايز اقف عند البي الثانيه، هروح اقف عند ال اللي بعدها، هتبقى بيجن بلس 3. تمام، تعالى كده نشوف هيطلع لي ايه. هيطلع لي اهو فعلا بدل 2 بي ما بينهم بدلهم 2 سي. العبوا بقى في الموضوع ده براحتكم يعني، لو حد شايف الموضوع صعب او يلخبط مع الوقت يبقى سهل جدا يعني، مش هتحتاجوا اصلا تفكروا قبل ان انتوا تشتغلوا بالبيجن والاند والكلام ده، فما تقلقوش يعني من النقطه دي. فانكشن فيل بشكل عام اصلا مش بستعملها كتير، بس انا كنت بس بستغل الموضوع ده عشان نطبق على موضوع البيجن والاند يعني. بس تمام. طيب بعد كده عندي يعتبر من اهم الفانكشنز الموجوده عندي السورت والريفرس. السورت من اسمها انا برتب الحرف. طب برتبه سوري السترينج. طب برتبه ازاي؟ برتبه من الحرف الصغير للكبير. يعني انا حاطه هنا مثال كده على الجنب سريع يعني، لو كلمه ووتر مثلا وانا جيت اعمل سورت من البيجن للاند، واحنا قلنا هنا برده استعمال البيجن والاند بيبدا يظهر معايا. البيجن الاند ده يعني ايه؟ يعني انا باخد السترينج كله معايا. تمام، طيب كلمه ووتر دي هاجي ارتبها فبترتيب الحروف الابجديه الاي وبعد كده الاي وبعد كده الار وبعد كده التي وبعد كده الدبليو. تمام، طيب الثانيه اللي هي من السورت بقى ايه؟ بصوا بقى هنا عكسنا، هنا استعملنا الار بيجن والار اند. ممكن تكون راسين عادي، الار بيجن دي احنا قلنا ان هي بتشاور على اخر عنصر، والار اند بتشاور على العنصر اللي قبل اول عنصر، هي بالظبط عكس اللي فوقها. يعني هو دايما بناخد كده هم باكج مع بعض، البيجن والاند مع بعض والار بيجن والار اند مع بعض، هو عكسهم بس يعني. افهم بس البيجن والاند تفهم الار بيجن والار اند. باشمهندس ايه اتفضل بعد اذنك. ما تسرعيش بالله عليك عشان لسه داخل ومش فاهم حاجة. ما ايه؟ ما تسرعيش يعني، انا سامع السرعة مش عارف من عندي ولا من عندك، بس انا كلام سريع يعني. تمام حاضر ماشي. لان داخل ومش فاهم حاجة، فبالراحة بالله. طيب حاضر تمام. انا كنت هنا بتكلم عن فانكشن السورت، ان انا لو عندي مثلا سترنج معين وانا عايز ارتبه. طب انا ترتيب السترنج ده بناء على ايه؟ بناء على ان انا برتب من الحرف الصغير للكبير بترتيب الابجدية عادي. تمام، فانا كنت بقول في الاول ان انا لو بستعمل مثلا هنا السورت من الاس دوت بيجن الاس دوت اند، ان انا كده برتب السترنج كله من اوله لاخره، من الصغير للكبير، من الحرف الصغير للحرف الكبير. لو انا مثلا عندي كلمه ووتر وجيت ارتبها مثلا، فترتب بترتيب الحروف الابجديه اللي فيها، اللي هي بعد اولا الاي بعد كده الاي بعد كده الار وبعد كده التي وبعد كده الدبليو.
تمام؟ دي جزئيه السورت من البيجن للاند، من اول سترنج لاخره. ففرضا انا عايزه العكس، انا عايزه يعني ارتب من الكبير للصغير، فهبدا من الار بيجن للار اند. طب ليه بدات من الار بيجن للار اند؟ لان الار بيجن دي بتشاور على اخر عنصر، تمام؟ والار اند بتشاور على المكان اللي قبل اول عنصر، يعني من اخر كده بقلب السترنج يعني، تمام؟ فبدل ما امشي من اول لاخر همشي من الاخر للاول، فبالتالي هيبدا يترتب معايا العكس من الحرف الكبير للحرف الصغير. يعني اكبر حرف عندي هنا كان الدبليو، بعد كده التي، بعد كده الار، بعد كده الاي، بعد كده الاي، تمام؟ فدي طريقتين الصورت برضو هنطبقهم يعني عشان لو حد مش فاهم او كده. ماشي، ده ماشي الريفرس. طيب يعني مثلا دلوقتي عندي هنا السترينج اس، عرفته مثلا باي سي بي سي كلوب، تمام؟ وعملت له سورتنج. طيب بعد ما اعمل له سورتنج المفروض ايه؟ المفروض يطبع لي السترينج مترتب يعني من الصغير للكبير، يعني الاي وبعد كده السي سي وبعد كده لا سوري الاي بعد كده البي وبعد كده السي سي وبعد كده الان وبعد كده البي وبعد كده اليو. تعالوا كده نرن، هنلاقي فعلا اترتب معايا. الفانكشنز يا جماعه السورت مهمه جدا، فيعني لو حد مش فاهم او حاجه يوقفني مفيش مشكله يعني. طيب تعالوا بقى نعكس. لو فرضا انا عايزه ارتب من الحرف الكبير للحرف الصغير، يعني ابدا باليو وبعد كده البي وبعد كده ال وبعد كده السي وهكذا، فمن ار بيجن لار اند، يعني ببدا ارتب من العكس. فجيت اطبع هنا مثلا هلاقي ان هو طبعا عندي اهو العكس من الكبير للصغير. طيب عندي حاجه ثالثه اسمها ريفرس. الريفرس دي بتعمل ايه؟ دي بتقلب السترنج بس. يعني انا هنا كاتبه اي سي بي سي كلوب، هتعكس بقى، هتبدا من البي وبعد كده اليو وبعد كده ال وبعد كده السي وهكذا للاخر. زي برده في الاري اللي زميلتي حاليا كانت شرحتها، فبنستعمل برده ريفرس، كانت الاري بيتقلب بس، يعني بمشي بس من اليمين للشمال. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل هنا. اهو فعلا طبع البي واليو والال وهكذا للاخر يعني. فان شاء الله تكون واضحه يعني الجزئيه دي. جماعه لو في مشكله حد يوقفني او كده عشان الجزئيه مهمه يعني. طيب هو لو سمحت انا فايتني كتير نوعا ما. هو انت ما جتش الاريز حتى؟ انا لسه ده هو فاتك شويه بس مش مشكله، يعني السيشن هيتسجل يعني وممكن تبقى تسمعه على اليوتيوب ان شاء الله يعني. على قناتي ايه؟ ماشي تمام. طيب ماشي. بعد كده عندي فانكشن مهمه برضو اللي هي substring. طيب او is substring. طيب بعمل فيها ايه؟ انا بيبقى عندي سترنج مثلا، تمام، طويل او حتى مش طويل يعني مش شرط، بس انا عايزه اقتطع منه جزء معين واتعامل معاه، مش عايز اتعامل السترنج كله، انا عايز اتعامل بس مع جزء من السترنج، تمام. طيب انا بتعامل معاه ازاي؟ تعالوا كده نشوف. انا هنا مثلا عندي نفس السترنج اللي هو اي سي بي سي كلوب، تمام. بدي له ايه البارامترز اللي بديها للفانكشن دي؟ بديها الاندكس اللي انا هبدا من عنده، تمام. يعني انا مثلا عايزه ابدا من اندكس واحد، هاخد من اول اندكس واحد الجزء ده اللي هو، طب ايه هو اندكس واحد؟ اللي هو السي، تمام. طيب ايه البارامتر الثاني؟ وركزوا في الحته دي كويس. ممكن حد يكون فاكر ان البارامتر الثاني ده ان انا بديله هيقف عند فين. لا انا لا، الاثنين دي مش معناها ان هو هيقف عند اندكس اثنين، دي معناها ان هو هياخد حرفين من اول اندكس واحد، تمام. فركزوا في دي، انا كنت بتلخبط فيها كتير جدا. انا البارامتر الثاني اللي هنا معناها كام كاركترز انا عايزاهم من اول اندكس واحد، مش معناها ان هو هقف فين، تمام. فالنقطه دي مهمه يعني. طيب لو انا هبدا من اندكس واحد وهاخد معايا تو كاركترز، حد عنده توقع ايه الاوتبوت اللي هيطلع معايا؟ هتبقى سي بي، تمام مظبوط. جينا نرن هنا اهو، هنلاقي ان هو بالفعل طبعا معايا سي بي. والعب بقى براحتك يعني، حسب انت عايز بقى انهي جزء من السترينج من اوله لحد فين، من النص لحد فين، المهم بس الحرف يبقى جنب بعضها. يعني ما ينفعش مثلا اخد الاي مع البي اللي في الاخر، لا، تمام. فالسب سترينج بتشتغل بس على الكاركترز جنب بعضها يعني. فاقعدوا جربوا فيها كتير لحد ما تفهموا قصه الاندكس ماشيه ازاي، وان البارامتر التاني ده زي ما قلنا معناها انا هاخد كام كاركتر، مش معناها ان هقف لحد فين. طيب تعالوا نشوف الفانكشن دي بقى، فانكشن فايند. فانكشن فايند نوعا ما مهمه برضو. من اسمها كده انا بدور على كاركتر، بدور على كاركتر معين. يعني مثلا عندي سترينج مثلا وعايزه مثلا اشوف الاي او حرف الاي او اي حرف يعني موجود في اندكس كام، تمام. فبستعمل فانكشن فايند، فبقول له مثلا اس دوت فايند حرف الايه مثلا. بس خلوا بالكم بقى، فرضا مثلا عندي السترنج فيه حروف ايه كتير، اكتر من اني اكتر من حرف واحد، هيرجع لي اندكس انهي واحد فيهم؟ هيرجع لي اندكس اول واحد هيقابله وملوش اي دعوه بالباقي، تمام. طيب هل في طريقه مثلا لو انا مش عايزه اول واحد؟ هنشوف دلوقتي. تعالوا نشوف كده. فين؟ طيب انا عندي هنا مثلا، عندي السترنج هنا مثلا برضه اي سي بي سي كلوب، وانا قلت له اعمل لي فايند على السي. طيب من اللي انا شرحته حد يقول لي كده المفروض يرجع لي اندكس كام؟ السي موجوده في اندكس كام؟ واحد.
تمام بالظبط، مع ان انا عندي اندكس قصدي سوري عندي حرف سي في الاندكس الثالث والرابع، بس هو هيرجعي اول واحد هيقابله اللي هو لو جينا نرن هنا هنلاقيه طلع معايا واحد. طيب انا فرضا ان انا مش عايزه السي الاولانيه، او مش عايزه ابدا ادور من اول من الاخر، يعني از ديفاين دي لو انا سبتها زي ما هي كده هي بتبدا تدور من اول السترنج للاخر. فرضا انا رحت بس حاطه هنا من اول اثنين، دي معناها ايه؟ معناها ان انا عايزك تبدا تدور لي على السي من اول اندكس اثنين، تمام؟ تشوف بعد كده ايه اول سي هتظهر، تمام؟ يعني طب ايه هو الاندكس اثنين عندي؟ هو اللي هو البي، فانا عايز ادور من اول البي، يعني البي معايا على فكره، يعني البي بتحسب معايا، يعني لو هي فيها قيمه فهترجع، فمن اول البي لحد الاخر ايه اندكس اول سي هتظهر لي؟ حد هنا برضه يقول لي كده ايه اول سي هتظهر لي لو انا بدات من اندكس 2؟ هيبقى الاندكس بتاعها كام؟ 3. تمام مظبوط. فجيت هنا رن اهو هلاقيه فعلا طلع معايا 3. ففانكشن فايند برضه نوعا ما مهمه يعني، والتعامل معاها مش صعب يعني، فما تقلقوش. انا عارفه ان فانكشنز كتيره، بس والله بالتعامل بجد هيبقى الموضوع سهل يعني، فما تقلقوش. طيب بعد كده عندي فانكشن اسمها كلير. من اسمها كده انا بمسح السترينج، يعني مش هنقعد نلغي كتير عشان ما نضيعش عليكم وقتكم. انا يبقى عندي مثلا سترينج هنا تمام اللي هو ابل، هطبعه في الاول عادي. بصوا كده احنا في الاول ايه سريعا كده عندي ابل، وجيت اطبع السترينج هيرجع لي ابل عادي. طب انا عملت له كلير تمام، انا مسحته يعني بقى امتي سترينج. تعالوا كده نشوف هنطبعه هيبقى عامل ازاي بعد كده. هلاقيه ما طبعش حاجه اصلا، وطبع بس الاس الاولانيه وما لقاش حاجه يطبعها بعد كده، لان خلاص الكلير هي مسحت السترينج. فهنطبع ايه بقى؟ خلاص السترينج دلوقتي بقى فاضي، فمش هيرجع لي القيمه اللي كانت فيه في الاول يعني. فبس فكلير بفضي فيها السترينج. طيب عندنا ايه بعد كده؟ عندنا الكاونت. بعمل ايه في الكاونت دي؟ بعد بدخلها بدايه ونهايه بالبيجن والاند برضو احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، وبديها كاركتر وبقول له رجع لي كم مره اتكرر الكاركتر ده في الرينج اللي انا حددته، تمام؟ يعني مثلا عندي كلمه مثلا طويله وعايز اعرف مثلا الكلمه دي كم مره اتكرر فيها حرف الايه، تمام؟ او اي حرف عموما، فبستعمل فانكشن الكاونت يعني. طيب بنستعملها ازاي؟ انا عندي اهو السترينج acbc club وبقول له عد لي من الاول للاخر انا عندي كام سي. حد كده يقول لي الاوتبوت هيبقى كام؟ مش 3؟ تمام بالظبط، هيمشي كده على السترينج واحده واحده، يعني هيعد لي بدل ما امشي بقى على فول لوب واقعد اقول له لو لقيت السي زود لي الكاونتر واحد واطبع لي الكاونتر في الاخر، فلا الكاونتر دي عندي جاهزه كده على طول، بتعدي على السترينج هي من نفسها وبتطلع لي عندي كام سي. فلو جيت هنا رن هلاقيه طلع فعلا 3. وطبعا زي ما احنا شرحنا فانكشن الفيل، عادي بقى العبوا براحتكم بقى في البيجن، بيجن بلس 2 بلس 3 لو انتوا عايزين، بس جزء معين تعدوا فيه الحروف مش من اوله لاخره. اند ده يعني من اول حرف لاخره، قصدي من اول السترينج لاخره. لو انتوا عايزين بقى جزء معين اقعدوا بقى العبوا في البيجن وزودوا واحد ومش عارف ايه زودوا 3 براحتكم، فالموضوع ده هيجي بالتعود يعني. تمام. طيب بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي از دوت انت. دي بتعمل ايه؟ دي بتقول لي هل السترنج اللي انا دلوقتي بتعامل معاه ده فاضي ولا جواه فاليوز، تمام؟ بقول انا كاتبه هنا ان هو بيرجع بوليان فاليو. يعني ايه بوليان فاليو؟ يعني صفر يا واحد، ترو او فولس، تمام؟ لو انا جيت استعمله ورجع لي صفر معنى كده ان لا السترنج ده مش فاضي، السترنج ده جواه حروف او جواه اي رموز يعني. طب لو رجع 1 ده يبقى السترنج بالفعل امتي. طيب تعالوا نشوف كده سريعا الموضوع مفيش حاجه يعني. انا عندي السترنج هنا مثلا كلمه ابل، وجيت اقول له قول لي لو هل انا عايز اعرف دلوقتي هل الاس دي امتي. طبعا هو اكيد قدامي دلوقتي انا عارف انها مش امتي، بس لما تيجي تشتغل في وسط يعني كود او طويل او كده ممكن تحتاج في النص تعرف هل السترنج اللي معاك ده فاضي او مش عارف ايه، فاهم كده؟ او تحط كونديشن مثلا يعني لو الاس دلوقتي فاضي اعمل كذا، لكن دلوقتي قدامي طبعا الموضوع اكيد انا عارف ان الاس يعني مليانه يعني، تمام؟ هاجي اطبع هنا فهيقول لي صفر ان هو مش فاضي. تمام. طيب لو جيت مثلا شلت الحروف كلها اهو خليته فعلا سترينج فاضي كده وجيت رن هلاقيه طبعا معايا واحد اللي هو فعلا سترينج دلوقتي فاضي. فبس يعني الموضوع مش صعب يعني، مجرد بس بتشيك هو فاضي ولا لا. طيب عندي ايه بعد كده؟ عندي حاجه اسمها بوب باك وبوش باك، هشرحهم مع بعض. بوب باك دي بتعمل ايه؟ دي بتمسح اخر كاركتر موجود في السترينج، اخر واحد بس. ما ينفعش ان انا امسح بقى مش يعني دي مش يعني في حاجه ثانيه ممكن تخليني امسح من النص او من الاول، بس بوب باك دي بتخليني بس امسح من الاخر. طيب بوش باك العكس، بضيف في الاخر يعني بدل ما امسح فبضيف. طب بضيف فين برضه؟ بضيف في الاخر، تمام؟ او ممكن استعمل طريقه ثانيه اللي هي اس بلس ايكوال شير، هنشوفها دلوقتي يعني. ودي غالبا بنستعملها اصلا، مش بنستعمل بوش باك دي خالص اصلا يعني، بس هي فانكشن بيلت ان فبرضه بنكون عارفينها يعني، تمام؟ تعالى نشوف كده. ماشي. بص انا دلوقتي عندي مثلا سترنج اهو نفس السترنج بتاعنا عادي ابل، تمام؟ طيب تعالى نطبعه ونشوف كده، اكيد هتبقى معايا نفس الحاجه يعني، انا بس بهدلكوا عشان نفهم ايه التغييرات اللي تحصل في السترينج. طيب تعالوا نعمل بوب باك.
بوب باك دي قلنا نعمل ايه؟ هتمسحي اخر حرف موجود اللي هو الاي. طيب تعالوا نطبع على الاس كده، بعد ما مسحنا اخر حرف هنلاقي ان هي بقت ابل بس من غير حرف الاي يعني. طيب انا عايزه ارجع الاي تاني، فقوم عامله اس دوت بوش باك الاي، فالاي تتضاف في الاخر. خدوا بالكم ان الحاجات دي كلها في الاخر بس، مش في الاول ولا في النص، سواء البوب باك او البوش باك. احنا دلوقتي عملنا بوش باك الاي وبعدين طبعا الاس. سيبكم من السطر اللي عليه الكومنت ده، هنقوله دلوقتي. هيجي رن دلوقتي مثلا اهو، انا كان عندي اول حاجه السترنج ايه ابل، مسحت منه الاي فبقى ابل من غير اي. طب رجعت ضفت الاي فبقى ابل بي. طيب ايه بقى اس بلس ايكوال اي؟ دي يعني زي ما كنا برضو بنقعد نضيف مثلا في الاريز ارقام، او يعني لو كان عندنا مثلا فاليو في الاري ونضيف عليه نزودها مثلا بواحد، فهي نفس الفكره بلس ايكوال دي. اللي هو كاني مثلا بقول له، هي ان انا اقول له مثلا اس تساوي اس بلس اي، يعني الاس القديمه معايا زي ما انا واضيف عليها الاي في الاخر بدل بوش باك. ويعني عرفوا الطريقه دي لان دي الطريقه اصلا بستعملها، مش بستعمل بوش باك خالص. تمام، يعني لو جينا كده نشيل البوش باك دي ونتعامل مع اس بلس ايكوال اي ونطبع، هنلاقي ان اخر حاجه عندي فعلا لما ضفت الاي طبعت معايا كده. ف بلس ايكوال اي او بلس ايكوال اي حرف عموما، يبقى بضيف ده في اخر، بضيف يعني الكاركتر ده في اخر السترينج. حد عنده مشكله في اي حاجه لحد دلوقتي؟ حاجه عادها تاني او انا بتكلم بسرعه او كده؟ مش عايز بس اطول عليكم يعني، يعني لو في مشكله حد يوقفني يعني. احنا قربنا عموما الجزء الايه؟ الجزء الاخير اللي هو الاس بلس ايكوال اي. طيب قصدك الاس؟ طيب ماشي. بصي انا دلوقتي انا عندي بوب والبوش. طيب ماشي حاضر. ماشي، البوب والبوش ايه اللي بيحصل عندي؟ البوب بتمسح اخر عنصر، مش بديها فاليو في النص، هي بس بفتح قوسين وخلاص، هو هيفهم ان انا بوب باك، يبقى انا همسح اخر واحد خلاص. فلما جينا استعملناها ايه اللي حصل؟ هي طبعت لنا تاني فاليو تحت هنا اهي، اللي هو طبع الابل من غير الاي. عمل ايه في البوب باك؟ مسح اخر واحد وطبع. طيب البوش باك العكس، انا بدل ما بمسح من الاخر انا عايز اضيف من الاخر. فانا دلوقتي بعد ما مسحت الاي مثلا عايز ارجعها تاني عادي، فبعمل ايه؟ فبعمل مثلا اس دوت بوش باك الاي، فالاي تدخل تاني. ولو خدت بالك انا هنا بدخل الكاركتر تاني، لكن في البوب باك مش بدخل حاجه، هو بيمسح وخلاص، هو مش محتاج ان ادخل له حاجه. لكن بوش باك عايزني اعرف انا هضيف له ايه، وهضيف له اي حرف تاني عادي. فبالتالي بيضيف الاي كده، نطبع الاس لان انا رجعت تاني ابل بالاي في الاخر. تمام، فهمتي؟ تمام. هو بالنسبه لو عملنا جوه بوب باك مثلا رقم او اكتر من حرف، بيشيل اكتر من حرف ولا هو اول اخر حرف بس؟ لا، بوب باك اخر حاجه بس. لو انت بقى عايز تفضل تشيل، ممكن تعمل بقى لوب وكل مره تعمل بوب باك بوب باك بوب باك، فيفضل بقى يمسح من الاخر، لكن مش بدخل جوه الارقام يعني. تمام. هو ايه الفاليو اللي ممكن تتحط في البوب باك بس؟ بتهيألي ما فيش يعني، ما مش عارف، ممكن لو وقفنا هنا مثلا. ما فيش حاجه بدخلها يعني، هي بوب باك خلاص، هو عارف ان هو هيمسح اخر حاجه، مش محتاج ادخل له حاجه يعني. تمام تمام ولا ايه؟ كان بيسأل. تمام. طيب ماشي خلاص قربنا يعني ان شاء الله يعني. دلوقتي انا عندي فانكشن اسمها اريز، بعمل فيها ايه من اسمها؟ بمسح. انا مثلا خدت دلوقتي بوب باك بمسح اخر حرف بس، يعني ده مش موضوع يعني عملي قوي يعني. الاريز هي عموميه اكتر، امسح بقى براحتي من اول من اخر من نص اكتر من حرف، حتى مش اخر واحد بس. فالاريز انا بدلها بوزيشن، يعني بقول لها انا هبدا من اندكس كام وهمسح كام واحد، مش برضه هقف عند فين زي ما قلنا في السبسترينج. انا قلت لكم ان احنا في السبسترينج بندي البدايه وبنقول انا عايزه كام حرف من اول البدايه، نفس الموضوع في الاريز. فخدوا بالكم ان التو فانكشنز دول انا مش بديهم البدايه والنهايه، لا انا بديهم البدايه، انا هبدا من اول فين وهياخد معايا كام كاركترز من اول البدايه. طيب انا هشوف كده نشتغل فيها ازاي. انا عندي اهو string s، وبقول له امسح لي من اول الاندكس 2، تمام، شيل لي من اول الاندكس 2 ثلاث حروف يعني، والاندكس 2 معايا يعني اندكس 2 و3 و4 شيلهم لي، هم ثلاث حروف اهم، واطبع لي الاس بعد كده. ما حدش يفهم ان انا هنا بقول من اول اندكس 2 لحد الاندكس 3، لا، من اول اندكس 2 امسح لي ثلاث حروف. حد يقدر يقول لي ايه هو الاوتبوت اللي هيطلع او ايه الحروف اللي هتطلع دلوقتي لما يمسح لي ثلاث حروف من النص؟ هشيل ال C وال L وال U وهيتبقى ال A C B C B. هشيل ال C، لا مش هشيل ال C وال L وال U، هشيل ال P وال C وال L. أنا ببدأ من الإندكس التاني، يعني التاني معايا، أنا بحسب التاني معايا، فاهم؟ تمام.
فأنا هبدأ من التاني وأشيل ثلاثة اللي هم ال P وال C وال L، تاني والتالت والرابع هم. طيب تعالوا نطبع كده ونشوف. فضل بالي A C U B بالفعل طبعها، شيل الثلاث حروف اللي في النص بداية من الإندكس 2، عديت ثلاث حروف معايا ومن ضمنهم 2، تمام؟ خلي بالكم من ضمنهم 2، التاني والتالت والرابع، وبطبع ال S بعد كده. ماشي. عندي إيه تاني؟ عندي insert. insert بعمل فيها إيه؟ بحط يعني بدخل string في نص string، بس يعني بحدد المكان. انا مثلا عندي string دلوقتي وعايز اضيف مثلا string تاني جواه في النص، يعني ادخلهم في بعض كده. فبقول له بس انا كل الموضوع اللي بعمله ان انا بديله بس البدايه اللي انا هبدا منها، يعني هدخل من اول index كام وايه الstring اللي انا بدخله. فتعالوا كده نشوف مثلا بستعملها ازاي. انا مثلا عندي هنا string apple بس ناقص ال p، فانا دلوقتي عايز ادخل ال p تاني، تمام؟ فبعمل ايه؟ فبشوف اول بي اللي عايز ادخلها دي اصلا موجوده في اندكس كام، يعني هي لو لما تدخل ان شاء الله هيبقى في اندكس كام؟ هيبقى في اندكس واحد، هتبقى بعد الايه؟ او على فكره لو اندكس 2 برضه تبقى صح، يعني لو اعتبرنا ان البي موجوده اوريدي، هي البي الاولانيه وهدخل البي دي على انها البي الثانيه، مش فارق يعني سواء الاولى او الثانيه عادي. لو حد متلخبط خلاص، احنا دلوقتي عايزين ندخل البي الاولانيه عشان تكمل كلمه ابل، فمدخلها فين؟ مدخلها في الاندكس واحد اللي هو بعد الزيرو اللي هو اللي فيه الايه، فانا عايز ادخل بي بعدها، فهو عامله 1، بعد كده احط البي ما بين ايه؟ دبل كوتيشن مارك واجي رن، هلاقي انها طبعا فعلا رجعت لي ثاني ابل بعد ما حطيت البي في النص. عادي بقى ممكن ازود اي حروف عندي اي حاجه، واجي برده اطبع، هيجي على الاندكس 1 يحط لي السترنج ده كله ويكمل عادي، اهو يكمل عادي السترنج بتاع الاس زي ما كان. فالانسيرت دي لازمتها ايه؟ انا بس بدخل السترنج في النص، سترنج بقى او حرف واحد او بتاع ايا كان، المهم يبقى ما بين بس ايه كوتيشن مارك، يبقى دبل يعني، حتى لو حرف واحد يبقى دبل مش سنجل كوتيشن مارك يعني، تمام؟ ماشي. عندي ايه هنا؟ عندي ستوري وعندي تو سترنج. طيب دول نوعا ما مهمين. اول واحده دي يعني هي اختصار string to integer، يعني دلوقتي عندي string وعايزه احوله لانتجر. طب ليه اصلا ممكن اعمل حاجه زي دي؟ ممكن ليه بقى عندي string وعايز احوله لانتجر؟ لو فرضا انا عندي مثلا رقم هو متخزن في source string، بس انا عايزه مثلا اخد الرقم ده اقسمه على 10، اضربه في اي رقم، اجمعه على حاجه. لو جيت اعمل كده مع string، لو جيت قلت مثلا string مثلا متخزن فيه رقم وقسمته على 10، طبعا هيطلع لي ايرور، ما ينفعش. ازاي اتعامل مع string مع نصوص اقسمها على 10؟ فبضطر ان انا ايه اتعامل ايه مع ان انا بحوله لانتجر، تمام؟ واخد بقى الانتجر ده عادي بقى اشتغل بيه، اقسمه واضربه واعمل فيه اي اوبريشنز انا عايزاها. طيب تو سترينج العكس بقى، انا معايا رقم وعايز احوله لسترينج. طب ليه برده ممكن اعمل كده؟ لان فرضا انا مثلا الرقم ده عايز اعمل عليه الاوبريشنز اللي احنا عمالين نشرحها من اول السيشن دي، الفانكشنز دي كلها، عايز اعمل له سب سترينج، عايز امسح منه ارقام، فبعمل ايه؟ فبضطر ان انا احوله لسترينج. تعالوا نشوف الاثنين مع بعض كده ونشوف ازاي اتعامل معاهم. دي اول حاجه للستوري اللي هي الاس تو انتجر. انا عندي الاس هنا 324 بس هي سترينج مش رقم، وعايز اقسمها على 10، تمام؟ يعني سريعا كده لو جينا اصلا نقسمها فعلا على 10 وهي سترينج، طبعا هيقول لي يعني هو اصلا من غير اي حاجه عشان ما نرنش يعني عامل لي خط احمر، تمام؟ فيعني طبعا ايرورز يعني، لان كيف ينفعش اقسم سترينج على رقم. طيب فبعمل ايه؟ فبعرف متغير وليكن مثلا انت، تمام؟ انتجر اكس، وبعمل الفانكشن بتاع الفانكشن واحط جواه السترنج اللي انا عايز احوله لانتجر، وبعد كده عادي بطبع الاكس على 10 اللي هي تطلع 32 معايا، يعني 324 على 10 هتطلع 32، فبس هي بالفعل طلعت 32. فدي الطريقه اللي انا لو عايز احول فيها السترنج لانتجر، تحتاجوها كتير في الشيت غالبا، فبستعمل دي كحل سريع يعني، تمام؟ طيب تو سترنج بقى العكس، انا دلوقتي معايا رقم وعايز احوله لسترنج، او عندي رقم مثلا 644 عايز اتعامل معاه كسترنج عشان عايز اعمله سب سترنج، هو زي ما انا عامله. لو عملت له سب سترنج وهو اكس كده طبعا مش هيوافق اصلا، مش هيقترح لي حتى ان انا ممكن استعملها. فبقوم اعمل ايه؟ فبعرف مثلا سترنج اس وبعمل له تو سترنج، بدخل جواه الانتجر اللي انا عايز احوله، وبعد كده بعمل سب سترنج من واحد بقى الاثنين مش فارقه بقى، يعني المهم ان انا اشتغل عليه اي اوبريشن يعني. طب حد يعرف يقول لي لو 644 وخدنا سب سترنج من اول الواحد ومعانا رقمين هيطلع لي اوتبوت كام بسرعه كده؟ اي حد يا شباب؟ معلش قولي السؤال تاني كده عشان ما سمعتوش كويس. لو انا 644 دي جيت احولها لسترنج والوقت عايز اعمل لها سب سترنج اهو، يعني هاخد جزء منها، الجزء ده بدايته من واحد من اندكس واحد، واخد معايا رقمين، هيطبع لي ايه دلوقتي؟ 44. تمام 44 بالظبط، تمام ماشي حلو. فانا دلوقتي لو جيت فعلا اطبع هيطبع معايا 44 بس. فدي طرق تحويل من انتجر لسترنج او من سترنج لانتجر هتحتاجوها كتير يعني، وتعامل معاه بسيط يعني مش صعب زي ما انتم شايفين. طيب خلاص يعني قربنا اهو. دلوقتي هنا عندي بقى ايه؟ هنا عندي اول حاجه عندي هنا
S plus equal string. دي معناها ايه؟ دي لو انا عندي two strings وعايزة الزوم من بعض. يعني عايزة يبقوا في string واحد. كانوا في string واحد يعني. فتعال نشوف ازاي بنطبق ده. انا عندي كلمة ACUC موجودة في string S. وعندي كلمة club موجودة في M. بس انا عايزهم يبقوا جنب بعض. تمام؟ فبعمل ايه؟ فبعمل S plus equal M. يعني ايه؟ يعني هي هيها ان انا بقول S. الاس اللي هي الACUC بتساوي S. اللي هي الاس القديمة plus M. طيب يعني انا عايزه اس الجديده تساوي ايه؟ تساوي اس القديمه اللي هي كانت اي سي بي سي وزود عليها ايه؟ كلب اللي هي الام. فدي طبعا عندي هنشوف ايه، هنلاقيها اي سي بي سي كلب. يعني سواء كده اس بلس ايكوال ام او اس يساوي اس بلس ام، هي هي مفيش مشكله يعني. طيب فرضا ما حاجه برضو كده على السريع، فرضا انا دلوقتي كتبت اي سي بي سي كلب. طب فرضا انا عايزاها العكس، مثلا كلب اي سي بي سي، ما ينفعش انا بلس ايكوال. يعني هنا بلس ايكوال هتطلع ايرور، يعني مش هتطلع ايرور، يعني هتطلع ناتج عادي بس الناتج اللي انا عايزاه. يعني هتطلع لي اس بي سي كلب بس انا عايزاها كلب اي سي بي سي. فهضطر هنا بقى افردها زي انا كده في الكومنت كده. فهنقول اس هنا هتساوي ام بلس اس، يعني كلب اول اللي انا عايز الاس الجديده دي احط فيها كلمه الام اول اللي هي كلب اول، وبعد كده اي سي بي سي. اجي اطبع الاس هلاقيه فعلا كلب وبعد كده اي سي بي سي. فهي لعبه يعني، يعني الموضوع مش صعب يعني، بتعود بس كده هتلاقوا التعامل مع ان انا اعمل كونكاتينيت او يعني اجمع اي سترينجز جنب بعضها، يبقى الموضوع بسيط مش صعب ان شاء الله يعني. احنا ممكن نعملها برضو الام بلس ايكوال اس وسي اوت للام تطلع كلوب. عادي عادي اي سترينجز جنب بعضها واطبع براحتك. انا بقول لك الموضوع لعبه يعني، فبراحتك فاهم. تمام ماشي. عارفه انت ممكن تكون فصلت والسيشن كان طويل، بس يعني معلش الاجزاء دي مهمه برضو، وقربنا خالص يعني ان شاء الله. معلش انا نسيت كل اللي فات. يا طب عادي، ما هو انا وانا بشرح الفانكشنز في الاول وانا لسه بقول في الاول، فقلت لك عادي جدا تخرج نسيهم وتقعد فتره كبيره اصلا نسيهم وبتتعامل معاهم انت نسيهم برضو. يعني كل شويه تضطر ترجع للفايل تشوف تفتكر دي كانت بتعمل ايه كنت بتتعامل معاها ازاي. فعادي ده عادي جدا يعني، مش انك تحفظهم الوقت يعني وتبقى فاكرهم يعني، بس المهم انك فاهم كل حاجه بتعملها ازاي. بس فاهم مع الوقت بقى هيبقى الموضوع في ايدك سهل يعني. تمام. ممكن بس نعرف البي دي اف ده والفايل ده ينزل فين؟ حاضر اشوف ان شاء الله مع باقي التيم بس وهبعته يعني، ما تقلقوش. تمام شكرا. ماشي. عندي دلوقتي اربع فانكشنز يعتبر خلاص اخر اربعه يعني. is upper is lower to upper to lower. طيب دول بيعملوا ايه؟ is upper is lower بيتشكوا، يعني بيعملوا تشيكينج لو الكاركتر اللي انا واقف عليه الوقت ده اذا كان upper case capital ولا lower case small. طيب الاثنين بيرجعوا لي ايه؟ بيرجعوا لي بوليان فان ان هي 0 يا 1. تمام. الزيرو يعني لو مثلا في الابر، تمام، لو انا جيت احط كاركتر مثلا وعايز تشيك هو ابر كيس كابيتال ولا لا، لو رجع لي زيرو يبقى هو مش كابيتال، لو رجع لي 1 يبقى هو كابيتال. نفس الموضوع في اللور، لو رجع لي زيرو يبقى هو مش لور، ولو رجع لي 1 يبقى هو لور. طيب تو ابر بتعمل ايه؟ تو ابر دي لو انا عندي لور وعايز احوله لابر. طب تو لور لو انا عندي ابر وعايز احوله لور. بس هو الموضوع يعني هو لعبه، فهم اصلا مفهومين من اسمهم يعني. طيب تعالوا نطبقهم بسرعه كده، هطبقهم بسرعه عشان احنا هنحلهم دلوقتي في مساله سريعه يعني، فلو حد فهمش دلوقتي يفهمها كمان شويه ان شاء الله يعني. انا دلوقتي عندي اس مساوي ابل، بس المره دي انا خليت الاي كابيتال والال كابيتال، وعايزه اتشيك دلوقتي هل الاس اوف الزيرو، انا بدات بقى ادخل اهو الفانكشنز في بعضها، انا بستعمل باكسس دلوقتي اهو على الاس، بقول الاس اوف الزيرو هل هي ابر. حد يعرف يقول لي الاوتبوت هيبقى ايه؟ بتاعت اول واحده تبقى بترو. ايوه بالظبط هتبقى 1، فدي اول واحده. طيب حد يقول لي ثاني واحده، هل اس اوف الثلاثه لور ولا ابر؟ يعني هتطلع لي ايه؟ هل هي لور؟ لا بالظبط هتبقى زيرو لان هي ال، بس ال هنا كابيتال، فهي هل هي لور؟ لا، فتطلع لي صفر. طيب جيت هنا اقول الاس اوف الزيرو حولوا لي لور. انا مثلا عايز دلوقتي امسك الحروف الكابيتال اخليها لور، خلي السترينج كله لور كيس. فجيت امسك الاس اوف الزيرو اللي احنا عارفين ان هو كابيتال وخليته ايه؟ يبقى لور. طب الاس اوف الثلاثه اللي هي ال كابيتال واخليها برضو ايه؟ لور. فبالتالي اجي اطبع مثلا السترينج دلوقتي هلاقي كلمه ايه؟ ابل كلها لور كيس يعني. تمام ماشي. ده بالنسبه للجزئيه دي يعني. طيب بس كده غالبا انا بس ايه اخر حاجه بس خالص. انا دلوقتي لو انا عندي اثنين فانكشنز او سوري تو سترينجز عايز اعمل لهم كومبير لكسيكوغرافيكلي. يعني ايه لكسيكوغرافيكلي؟ يعني عايز اعرف اني فيهم اكبر بالترتيب الابجدي. عارفين مثلا في كشف الاسماء مثلا بيبقى في ترتيب معين للالف وبعد كده الباء وهكذا، تمام. فهو نفس الموضوع هنا، ببقى عايز اعرف انهي سترينج اكبر بناء على حروفها. طب تعالوا كده نشوف بنعمل ده ازاي. في طريقه اللي هي فانكشن كومبير دي ممكن تسيرشوا عليها،
يعني، بس مش مستاهله قوي، استعملوها في طريقه اسهل يعني. لو حد عايز سيرش بس هي مكتوبه فوق اهو، اللي هو اس دوت كومبير ام، دول تو سترينجز عاملين كومبير. تاني حاجه بقى الاسهل، ان انا ممكن استعمل عادي الاوبريتورز بتاعه الاكبر والاصغر واليسار. طيب ازاي بنعمل ده؟ اخر اهو حاجه عندي، لو انا عندي string s اسمه apple تمام، وstring m تاني هي apple بس تاني تاني حرف حطيته c. لو خدتوا بالكم هنا انا هاجي اقارن مثلا، المفروض انا بقول شوف مثلا انهي اكبر، ببدا كده من الشمال لليمين اقارن حرف بحرف اشوف انهي اكبر. طبعا مش محتاجه اقول ان لو string s هو m فاكيد هيطلعوا يساوي بعض، يعني انا بتكلم على الاكبر والاصغر. طيب اقارن ازاي؟ انا هاجي اشوف الاي قصادها ان الثانيه قصادها ايه، فلا ما استفدتش حاجه، الاثنين زي بعض. طب اجي اقارن بالثانيه الاقي بي قصادها سي، اه فعلا هنا في فرق. طب هنا في فرق لصالح مين؟ لصالح البي، البي هي اكبر. فايه هنا يتطبع؟ يعني بصوا كده على الكونديشن، انا بقول لو الاس اكبر من الام يطبع كذا، ولو الاس يطبع كذا، والاس يطبع كذا. فاللي انتوا فهمتوه المفروض يطبع يدخل اي كونديشن؟ الاول بالظبط تمام، الاس فعلا اكبر من الام لان البي هنا اكبر من السي، فاجي اطبع هنا هلاقي قال لي اس اكبر من الام تمام. فده بالنسبة للكمبير بتاع السترينجز من خلال الحروف، يعني أبقى أجرب فيها كتير هتفهم يعني الموضوع ماشي ازاي. طيب آخر حاجة خالص بس هنحل كده حاجة بسيطة، معلش أنا عارف الموضوع طويل قوي بس يعني مش هناخد وقت يعني خالص إن شاء الله، يعني حتى مش هكتب الكود يعني، ممكن أوريه لكم بس يعني نشوف كده الأفكار يعني. هنا بيقول إيه؟ هلخص لكم الموضوع. أنا دلوقتي عندي سترينج تمام، تعال نبص على الإنبوت على طول تمام. أنا عندي سترينج أهو، هو عايز كل حرف سمول أخليه كابيتال، وكل حرف كابيتال خليه سمول، ولو لقيت اي كومه في النص اشيلها واحط مكانها سبيس، بس ده كل اللي هو عايزه تمام. فحد عنده فكره ازاي ممكن نحل الكود، او نحل قصدي البروبلم نكتب لها كود يعني؟ حد عنده فكره ازاي نوظفها؟ انا هعمل اف ستيتمنت، يعني لو لقيت حاجه صغيره اعمل الفانكشن اللي هي بتقلبها كبير والعكس، ولو لقيت كومه اعمل سبيس، بس مش عارفه بالظبط كده. بالظبط كده، بصوا هوريكم الكود على طول مش خلاص اهو يعني. ظهر قدامكم صح؟ تمام. طيب بصوا لو خدتوا بالكم ثانية عشان بس معلق. طيب مش مشكلة، هو بس انا هنا بوريكم يعني ان انا خدت السترينج بجيت لاين، لان هو لو خدتوا بالكم السترينج فعلا مكون من اكتر من كلمة، فعشان ايه يتاخد كله معايا ان كيس في اي سبيسز او اي حاجه، ببدا بقى اعدي عليه، بعمل عليه لوب وبشوف هل الاس اي دي بكومه، يبقى لو هي بكومه يبقى خليها مكانها بسبيس تمام، يبقى احط الاس اي يساوي سبيس. طيب لو هي لور يعني ايه، يعني ايه الاس اف از لور اس اي، يعني لو الكاركتر اللي موجود دلوقتي معايا لور يخليها ابر، فيخلي لي الاس اي ايكوال تو ابر اس اي، يعني خلي الاس اي دلوقتي يشيل الاس اي القديمه ويخليها هي القديمه بس يخليها ابر بس لو هي لور يعني. طيب العكس لو هي upper اعمل ايه؟ خليها lower. بس ده كل فكرة الكود، وفي الاخر هطبع الاس هلاقي انها شغالة معايا عادي فاجيب accepted يعني. فتمام، حد مش فاهم حاجة؟ لو في حد مش فاهم عادي مفيش مشكلة يعني تمام. طيب اخر حاجة خلاص، بس دي مهمة، فمعلش لو حد سرح خالص معلش، دي خلاص اخر حاجة بجد، هو الشاشة عندي مش عارف. طيب خلاص ماشي، اخر حاجه عندي البالندروم. عموما البالندروم ده لو ما سمعتوش عنه فده مصطلح مهم قوي وهتقابلوه كتير في مسائل كتير قوي. يعني ايه بالندروم؟ يعني الحاجه تتقرا من يمين زي ما تقرا من الشمال، يعني لو قلبت الحاجه تبقى هي زي ما كانت موجوده اوريدي. طيب هو هنا اصلا بيشرح بيقول في النوت a string is said to be a palindrome if the reverse of the string is the same as a string. For example ال A B B A، تعالوا كده نقلبها نبدأ بالعكس، هتبقى برضو A B B A، يعني اقروها كده من الشمال لليمين هتبقى نفس الحاجة تمام. بس بيقول لك A B B C دي مش بالندروم، لأن لو جينا نقرا A B B C بالعكس هتبقى C B B A، لأ ما وصلتش لنفس الحاجة. طيب حاجة كده على السريع بس معلش، يعني احنا قلنا A B B A دي بالندروم. طب مثلا A B C B A عشان بس تبقى عدد، يعني يبقى الأرقام السترينج يعني السايز بتاعه زوجي، دي برضو بالندروم، لان لو جيت اقرا برضو من العكس يعني هقرا كده، انا هقرا دلوقتي من اليمين من اليمين للشمال تبقى برضو A B C B A، فده بالندروم. فده المفهوم بتاع البالندروم، فلو في حد مش فاهمه يقول لي عشان هتلاقوه كتير جدا جدا موضوع البالندروم ده يعني تمام. هعتبر كله فاهم يعني قريته من اليمين زي الشمال بس، سواء بقى ممكن يكون في سترينج ممكن يكون في ارقام، يعني مثلا 1 1 1 ده يعني اوله زي اخره، 1 2 3 2 1 ده برضو اوله زي اخره، فيعني ده مش على السترينجز بس، عشان كده بقول لكم ده مصطلح مهم هتقابلوه في حاجات كتير. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي ان انا عندي سترينج
وعايز بس اعرف هل هو بالندروم ولا لا، هل هو بدايته زي يعني لو قريته من يمينه زي من شماله ولا لا. حد عنده فكره بسرعه كده ازاي ممكن احل حاجه زي دي؟ كان في فانكشن بتقلب تقريبا البتاع، فاحنا هنقول لو هما متساويين يبقى هما كده بالندروم، صح؟ تمام. بصي انت صح. بصي انا فعلا كنت مش عارفه كان موجود لسه ولا لا، الموجود انا فعلا كنت كاتباه هنا. انا هنا عرفت السترينج سترينج اس ودخلته، وجبت السترينج تاني اسمه ام سويته بالاس، يعني انا عشان يبقى عندي بس نسختين منهم اعرف اقارنهم ببعض، وعكست الام عملت لها ريفرس وقلت لو الاس يساوي ام اطبع يس، لو اس اطبع نو، بس خلاص الموضوع خلص. يعني انا بس بعكسه وبشوف هل هو قد الاصلي ولا لا، ودي فكره البالندروم الاساسيه. بس برضو لازم تعرفوا فكره تانية ازاي انا بعملها باللوبس، او ازاي ان انا بتشيك على اول. يعني مثلا انا جيت لو جيت ابص هنا انا اصلا زي ما بابي بيتقارن اصلا فعليا، باجي اشوف مثلا هل ايه الاولانيه، باجي اقارن بقى من الناحيه الثانيه، هل اول حرف زي اخر حرف؟ فكده بكمل. هل تاني حرف زي تاني حرف من ورا؟ هل تالت حرف زي تالت حرف من ورا؟ وهكذا، فبمشي لوب بقارن اول واحد باخر واحد. فسواء الطريقه دي الطريقه دي صح، بس موضوع اللوبس برضه المفروض تبقوا فاهمينه عشان ايه اساس البالندروم برضه وكده، فهنبص عليه بسرعه وخلاص هنكون خلصنا. بصوا انا هنا عملت ايه، انا خدت السترينج وخدته في جيت لاين. انا بقى هلوب ازاي؟ تعالوا كده نبص هنا تاني سريعا. انا هلوب على نص السترينج بس، يعني انا همشي على النص، يعني لو هنا مثلا فانا همشي على الاي بي بس، بس وانا بمشي هقارن بقى من الناحيه الثانيه. يعني مش محتاج امشي على مش محتاج امشي على السترينج كله، انا ممكن امشي بس على نصه واقارن النص الاول والنص الاخير. يعني ازاي؟ مثلا انا بشوف مثلا لو الاول حاجه دي قد اخر حاجه، تمام بكمل. تاني حاجه قد تاني حاجه من هنا، تمام بكمل. فمش لا محتاج انا امشي على كله. طب تعالى نشوف عملنا كده ده ازاي. انا اخدت السترينج واستقبلته في يعني استقبلته سترينج اس يعني، وبدات ادخل في اللوب. طب اللوب دي بتمشي لحد فين؟ بتمشي من الاي بتساوي صفر لحد الاس دو السايز على الاثنين، اللي هو زي ما قلنا نص السايز. وعلى فكره مش هتفرق سواء السايز زوجي او فردي، هتنفع في الحالتين، تمام. وبزود الاي كل مره. طيب بعمل ايه؟ انا عرفت فوق متغير اسمه جي خليته بيساوي الاس دو السايز ماينس 1. يعني ايه يعني ايه اس دو السايز ماينس؟ حد عارف يقول لي ده بيشاور على ايه دلوقتي الجي ده؟ في الاول خالص بيشاور على ايه الجي؟ اقل من عدد حروف الاس بواحد، اللي هو الاندكس. ايوه اللي هو ايه في السترينج نفسه؟ المفروض الاندكس بتاعها. الاندكس بتاع اخر حرف. احنا قلنا الاس تو سايز ماينس 1، يبقى انا كده بشاور على اخر حرف. فانا ليه بدات بيه كده؟ لان انا عايز ابدا اقارن من اول اللي هي الاي اللي بصفر، ابدا اقارن بقى قصادها بالجي اللي هي اخر واحده، بقارن الاولى بالاخيره، تمام، وتانيه واحده بالتانيه من ورا وهكذا. فبشوف ايه، بقول له انا المفروض عندي ان كل مره الاس في الاي بتساوي الاس في الجي. ده المفروض اللي يحصل، ان الاول عندي يبقى زي الاخر عندي. طيب فرضا ده ما حصلش، ده اللي انا حطاه في الكونديشن. يعني لو في مره وانا ماشيه لقيت ان الاس في الاي مش بتساوي الاس في الجي، بعمل ايه؟ فببريك، بخلاص بخرج من اللوب. يعني كده خلاص انا عارف ان هو مش بالندروم. طالما انا في لحظه ما لقيت ان الاس في الاي مش قد الاس في الجي، فكده لا خلاص كده السترينج مش بالندروم، وببريك من اللوب. طبعا الاف بيساوي 1 دي يعني بس ان انا زي تشيكر بس، اللي هو يعني هستخدمها تحت دلوقتي في الكود، ان انا بشوف لو بس لو يعني مش بالندروم فبديله بس تشيك كده ان الاف خلاص ب1 وببريك خلاص بخرج من اللوب. ليه بقى خدت الاف ب1؟ لان تحت بقى هو بقول لو الاف ب1 او اف الاف، سواء الاف كتبت اف الاف او كتبت اف الاف ايكوال ايكوال 1، هي نفس الحاجه يعني، اطبع نو. ليه؟ لان لو الاف فعلا كانت ب1 يبقى انا كده انا حصل عندي عدد تساوي بين الاي والجي. طيب غير كده اطبع لي يس. طيب لو حد متلخبط تاني من اللوب، انا هو ببدا من الاي من الصفر والجي عندي في الاخر، كل مره بزود الاي بواحد وكل مره بماينس الجي بواحد عشان يتقابلوا في النص. حد فاهم؟ حد متخيل الموضوع؟ انا ببدا اهو من شمالي بزود ومن يميني بنقص لحد ما يتقابلوا في النص، وبشوف لو في مره وانا ماشيه ما تساووش، القيم ما تساوتش، فبخرج من اللوب خلاص كده مش بالندروم، وبطبع نو لو هو ده حصل، غير كده بطبع يس. فده فكره الكود. حد عنده اي مشكله؟ هو احنا لازم نعرف طريقه اللوب دي يعني، ما الطريقه الاولى ما تغنيش عنها. هي عادي بس يعني ممكن في بعض الاحيان تحتاج تستعمل لوبس برضه في التعامل مع السترينج، فدي برضه يعني انك تسمعها دلوقتي فدي وسيله انك تفهم برضه ازاي ممكن امشي على السترينج واتعامل معاه او كده، لانك في اوقات ثانيه ممكن تحتاج تمشي على السترينج بلوبس حتى لو مش البروبلم دي او فكره البالندروم، بس هو ممكن تحتاج يعني. هو عموما يعني جربها وحاول كده تمشي مع الكود حته حته، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل يعني. هو طبعا الطريقه الاولى اسهل يعني، بس برضه الواحد لازم يعرف كل حاجه وهي جاهزه كده، فاهم يعني؟ لازم اللوبس برضه نفهم الموضوع ماشي ازاي يعني. لكن حاولين عادي جو اكسبتد والاثنين صح يعني. تمام ماشي.
حد عنده اي سؤال يا شباب؟ انا كده خلصت خلاص، ما اسف ان انا طولت، بس يعني اتمنى تكونوا فهمتوا يعني، ما اكونش كروت حاجه يعني. فلو حد عنده اي سؤال اتفضل. مفيش خالص. سلام يا باشمهندس. هو انا ممكن السيشن الجاي يعني نقلل الفانكشن شويه في الشرح عشان كتير أو... هو السيشن ده بس اللي كان طويل شويه احنا عارفين يعني، فمعلش اسفه يعني، بس هو مليان حاجات كتير، بس يعني معلش هو ده بس ان شاء الله يكون فكره اللي هو مليان حاجات كتير. مفيش انا تقريبا يعني الاولاني اما باخد اللي بعده بنسى، فده حاجه مش كويسه اصلا. انا عارفه انا فاهمه والله ده، بس ما تقلقش يعني، هو مع الحل الكتير ومع مده برضه تديها لنفسك هتلاقي الموضوع يعني بقى سهل. هو الوقت صعب بس عشان عارفه عشان الكميه كتيره وكده، وانا نفسي كنت شايفه الكميه كبيره يعني، بس عشان نقدر احنا نخلص في وقت اسرع، وفي نفس الوقت برضه انت تطبق كتير واشتغل على نفسك وحل كتير، هتلاقي يعني الموضوع ان شاء الله بدات تتمكن منه مع الوقت يعني. بس اهم حاجه يعني طولوا بالكم بس على نفسكم يعني، مش لازم تبقوا من النهارده خلاص بيرفكت في الموضوع والاريز تمام والسترينجز تمام، لا السيشن كانت تقيله، السيشن كانت تقيله، فعادي يعني ما